عشان في ناس مثلا كانوا جايين النهارده ومش عارفين ان احنا عملنا موعد ثاني. سلام. فادي الموعد الثاني اهي. ريهان. يلا يا جدعان. اعتبارا خلاص من الحصه دي لما كان كل حصه بتتعاد ثلاث مرات مش مرتين. يعني النهارده احنا هو الثلاث والاعاده بكره الاربع والخميس، بس الخميس ميعادنا هيبقى سبعه. ومن اول بقى الاسبوع اللي جاي هيبقى كمان الحصه الاولى ثلاث مواعيد. الحد فيه 9:30 و11:30 ونص، والاثنين فيه 9:30. السبت اللي جاي ده على طول من الساعه 9. ايه يا سلام استاذ جمال، شفتوا يعني ان شاء الله الريفيجن يوم الثلاثاء الساعه يوم السبت اللي جاي الساعه 9، حصه طويله شويه من 9 ل 12، ناخد بريك كده في النص 10 دقائق ولا ربع. نعم يا طبعا طبعا يا سلام، ده انا ممكن انا اخرج لو حبيت. اتفضل اوكي يا شباب. السبت من 9 ل 12 اللي ما حضروش في الاول هنراجع تشابتر 3 لحد ما ربنا يعني يقدرنا، ممكن نوصل لسبعه لو حبينا يعني ان شاء الله ربنا يفضل. يعني في ناس لسه برضو ما حضروش اول حصه بتاع تشابتر 1 و2. مين في حد ما حضرش 1 و2؟ طيب هنتظر بقى، يا ريت تحضروا من 3 ل 7 ده معانا، وبعدين قدام شويه ننتظر اي ثغره كده اراجعها لكم ان شاء الله. طب ده اول تنبيه. تنبيه ثاني، النهارده ان شاء الله هنحاول نخلص الجنرال بكالوريوس، يعني هناخد ما تبقى في تشابتر 9 ونخلص تشابتر 10 كمان ان شاء الله. طيب كل اسئله، عشان ما حدش يبقى له حجه، كل اسئله الجنرال بكالوريوس موجوده تحت في التصوير. اللي مش عارف يعني ايه اسئله في التصوير، في اسئله نظري ديفاين وكمبير وجيف ريزن وجيف اكاونت واكسبلين والكلام ده كله موجوده تحت من اول ست ورقات فيهم كل الاسئله الخاصه بالجنرال باكتيرولوجي تشابتر 1 وتشابتر 10. مالكش حجه، الاسئله موجوده تحت. وبعض زملائكم مشكورين، حتى انا عايز اتعرف عليهم. يعني احنا في ناس بنتعرف عليهم في الحصه، لكن فعلا في جنود مجهولين. انا بشكر مثلا اسامي والله سجلتهم عشان اقولهم، اسراء محمد واسراء عبد الناصر ومين حد فيهم موجود؟ بيجيبوا ورق باستمرار. اه مش حد فيهم؟ انت مين؟ لا في واحده رفعت. اسراء مين؟ عبد الناصر ما شاء الله باستمرار بتجيب ورق وتجاوب واصلح لها وتاخده منتظمه. يعني في ناس كتير كده فما شاء الله عليهم، عايز اتعرف عليهم لانهم ناس واضح انهم بيبذلوا مجهود كويس قوي. يا ريت كلكم تبقوا كده، وان كان ده بيتعبني انا بسهر اصحح الكلام ده في البيت، يعني تايم كونسيومنج بالنسبه لي وارهاق، لكنه ببقى سعيد اني بحس ان في انتر اكشن بيننا، طالب بيجاوب وانا بصلح له وبياخد الورق يتعلم حاجه. وفي احيانا طالب بيكتب حاجه غلط، طب كويس اقول لكم حاجه، انا حاطط لكم سؤال في الورق، تعالوا عشان تعرفوا فايده الورق. حاطط سؤال في الورق لحد النهارده ما حدش جاوبه كامل، اللي هو قارن بين الاوبليجيت انيروب والفاكالتيف انيروب، مين يتطوع ويجاوب؟ ما حدش جاوب السؤال ده كامل. عايز تتطوع، اسمك الاول. طاهر حاتم زيد. طاهر ابو زيد، انت وزير الرياضه السابق، اتفضل طاهر ابو زيد. استريكت او اوبليجيت انيروب مالهم؟ هم دول كان جرو اونلي ان كومبليت ابسنس اوف اوكسجين، او كانوت جرو ان بريزنس اوف اوكسجين. جميل. امال فاكالتيف انيروب؟ اصلا ايروبيك بس يس، يبقى بيفيفر او بيفضلوا وجود الاوكسجين لكنهم ستيل كان جرو ان اتس ابسنس. جميل. وهتقول لي مثال مثلا؟ حلو، قولي مثال. في بكتيرويد فراجيلس. ها اي كولاي. جميل استاذ، حلو قوي، امثله جميله قوي. كمل. بعدين نقارن بين قارن في الريسبيريشن. قول يا طاهر يا ابو زيد. اصلا الاوبليجيت انيروب مالها في الريسبيريشن؟ بتعمل انيروبيك ريسبيريشن. جميل. امال الفاكالتيف انيروب؟ بصوا بقى، بصوا الصعوبه تبدا من هنا. الانيروبيك الفاكالتيف انيروب، بص قالك فيرمنتيشن. اذا كنت انت لسه معترف انهم ان بريزنس اوف اوكسجين،
بيفضلوا المعيشه لكنهم ستيل يقدروا يعيشوا ان ابسس. تروح تقولي انهم بيعملوا فيرمنتيشن، ده الطبيعي انهم يعملوا ايروبيك ريسبيريشن، ده تجاوب كده في الكومباريزون تقول لي ان بريزنس اوف اوكسجين بيعملوا ايروبيك ريسبيريشن لكن ان اتس ابسنس بيعملوا فيرمنتيشن. طب في فروق ثانيه ولا ما فيش؟ بصوا سكت الاوبليجيت انيروبس ما عندهمش انزايمز، امال فاكالتيف انيروبس عندهم ايه دليلك على كده؟ انت شايماء تقريبا، شفت شايماء يا ايه دليلك على كده؟ انهم بيعيشوا بوجود الاوكسجين، ده الطبيعي انهم عايشين، يبقى عندهم انزايمز. ما حدش بقى هنا يقول لي ان بريزنس اوف اوكسجين يبقى عندهم انزايمز، وان اتس ابسنس يبقى يعني لو غاب الاوكسجين يروح ولا مين انزايمز بره ولا ايه؟ هم عندهم طول الوقت لكن يستخدموه امتى؟ طب عايز فرق تاني؟ مين هو الفاينل هيدروجين اند الكترون اكسبت؟ واحد الاول الاوبليجيت انيروب، مين الاوبليجيت انيروب؟ مين هم يا راجل الاوبليجيت انيروب؟ النيتريت والسلفيت والكربون دايوكسيد والكربونيت. طب وفي الفاكالتي انيروب الاوكسجين ان بريزنس اوف اوكسجين او ان ايروبيك ريسبيريشن يبقى الاوكسجين، لكن في الفيرمنتيشن شفتوا بقى نو كاريرز. برافو عليك هايل عائشه، شايفين يا ولاد المقارنه مش سهله ازاي؟ طب والانرجي برودكشن اليل الحصيله من الانرجي ومين اللي قال؟ ما تمسك واحده واحده، مش احنا كاتبين عنوانين يا عم طاهر ابو زيد؟ ها اذا كانت فكال اوبليجيت انيروب يبقى بتطلع كميه من الاي تي بي، مش عايز تقول الرقم 17 اي تي بي مولكيول ماشي، لكن امال الفكال تبقى انيروب طلعوا اكتر ولا اقل؟ اكتر في الايروبيك ريسبيريشن طلعوا 38 اي تي بي مولكيول واقل في الفيرمنتيشن. شفتوا المقارنه؟ ما حدش جاوبها خالص، ما حدش جاوبها. يبقى لما انا احط لك سؤال زي كده وتقوم انت تصطدم بيه او ما انا اصلحه لك او اقول لك دخل ايتمز الريسبيريشن في المقارنه، يبقى لو جالك السؤال ده بعد كده يبقى انت عارف هتجاوب ايه، ما تتفاجئش بيه في اخر السنه. مش كده ولا ايه؟ يلا ماشي. نعم خلينا بس دلوقتي نخلص اللي احنا فيه، تعال نص سنه لسه ما تحددش، وايه اللي داخل فيه لسه ما تحددش. انتوا ذاكرتوا ولا خدتوه لما هتفكري في التعال نص سنه؟ مش هو حب اسئله؟ هو اسئله ببلاش؟ مش نذاكر اللي بناخده اول باول وبعدين نبقى نفكر في الامتحان؟ يعني لو قلت لك دلوقتي ان فوليوم 1 داخل لحد شابتر 18 كسبتي ايه؟ وسته شابترز من فوليوم 2 كسبتي ايه؟ وثلاثه من فوليوم 3 كسبتي ايه؟ ومنهج العمل اللي هتاخدوه في الترم الاولاني في القسم، يبقى انت كده اتخضيتي بس. ذاكري اول بقى عادي خالص؟ وانت خدنا مناعه لسه هناخد مناعه من حصه كام؟ طيب في تنبيهات تانية ولا خلاص كده؟ يلا بينا نبدا حصتنا. بمناسبة منهج العمل اللي ممكن يخش امتحان نص السنة، لو الكلام ده حصل يبقى أنا هبدأ العملي هقول لكم على أول أسبوع الجاي هنبدأه إمتى. امتحان بتاع 30 نوفمبر ده لو داخل فيه منهج العملي بتاع القسم يبقى لازم نبدأ كورس العملي بالكتير من أول نوفمبر، إن ما كانش آخر أكتوبر كده. فخلوني الحصة الجاية أقول لكم إيه اللي هيحصل، يعني ابتداء من يوم السبت والحد أقول لكم الدنيا ماشية إزاي عندنا إن شاء الله. وقفنا يلا بقى يلا ما عندناش وقت يا خدت كل الوقت ده مني. وقفنا عند كلمه كلينيك فاكرينها؟ في حصه الحين قلناها وحصه ايه ما لحقناش، يعني ايه كلينيك؟ احنا بدانا تشابتر 9 وخدنا يعني ايه ستيريلايزيشن ويعني ايه ديسانفكشن والفرق بينهم والليفلز بتاعت الديسانفكشن ويعني ايه ديسانفكتنت ويعني ايه انتيسبتيك ويعني ايه جيرميسايد، كل الكلام ده خدناه في اخر الحصه اللي فاتت. وقفنا عند كلمه كلينيك. كليننج زي ما هي في دماغك بالظبط، زي ما انت بتعمل في البيت كليننج اللي هي النظافه او التنظيف، يعني بحاول اعمل ريموفال اهو معايا كده واحده واحده. يلا بينا. ممكن لو طفينا النور ده الدنيا تبان اكتر للي ورا. قداح يلعب؟ لا بص اقف اقف قداح. لا مش قداح. مين قداح؟ اقف يا قداح، بص قدامك لما تقف قدامك والفوق سلم. لا لا في حاجه في سلم يا سلام عرفتها؟ دي بقى مسؤوليتك بعد كده على طول. الكليننج هو ريموفال اوف
جروس ماتيريالز، يعني لما يكون في ديرت انا شايفها، مثلا شايف اثار سبيسيمنز، اثار يورين، اثار بلاد، اثار بس، اثار سبيوتم، الاثار دي اللي هي الاورجانيك ماتيريالز بتاعت السامبل، او حتى لو في انورجانيك ماتيريالز، هذه الجروس ماتيريالز اعمل لها ريموفال، اشيلها باي ايه بقى؟ سيمبلي باي ووشنج بالميه وصابون. وفي ناس دلوقتي بدأوا يدخلوا المساحيق، وفي ناس دخلوا انزيمز تريكويفاي، الحاجات دي قبل ما تتشال عشان تتشال بسهوله. اهم ما يندغي معرفته عن الكليننج انه مش وسيله لا تعقيم ولا تطهير. اوعى حد يكتفي بالكليننج، يعني ما تروحش تغسل المشرط وبعد تروح بنوره للدكتور وتقول له انا غسلته يلا اتكل على الله. ما ينفعش، لان بالكليننج ما بقدرش اريموف الباثوجينيك اورجانيزم او حتى معظم البكتيريا. انا بشيل الحاجات اللي باينه للعين اللي هي الديرس، الحاجه الجروس اللي باينه. فعشان كده دي بس وسيله تمهيديه، وتشود بريسيد، مفروض تسبق عمليات الديس انفكشن والاستيرلايزيشن، لكن لا يتم الاعتماد عليها نهائيا. اغسل وبعدين اعقم، اغسل وبعدين اطهر. ادي معنى كليني. في تعبير مهم جدا اسمه دي كونتامينيشن، ولو شفته لغويا تلاقي دي يعني ريموفال، وكونتامينيشن يعني التلوث. يبقى انا بحاول اريموف التلوث. طب الله، امال احنا كنا بنعمل ايه من اخر الحصه اللي فاتت؟ ما انا بالستيرلايزيشن بعمل دي كونتامينيشن، وبالديس انفكشن ما انا بعمل دي كونتامينيشن، ودلوقتي بالكليننج ما انا بعمل دي كونتامينيشن. يبقى هتعرف لي دي كونتامينيشن ازاي بقى في وسط الهيصه دي كلها؟ يا محمد يا قضاء، سيبك من الموبايل بتاعك. يبقى الدي كونتامينيشن ينفع يبقى استيرلايزيشن، نعم، وينفع يبقى ديس انفكشن، ايوه، وينفع يبقى كليننج، اوكي. طب والديفينيشن بقى يبقى ايه؟ بص كده، هو محاوله، سيبك من التكنيك، هو محاوله ان انا اريديوس الاورجانيزم الى الرقم او الحد اللي يبقى فيه استخدام هذا الاوبجكت سيف امن. فهمتوا؟ يعني عندي حاجه هنا عايز اقلل فيها عدد الاورجانيزم للدرجه اللي اقدر استخدم الحاجه دي سيف لي. نفهم؟ يعني لو عندي اله جراحيه مشرط، يا ترى انت عايز تقلل الاورجانيزم للدرجه اللي تستخدم المشرط ده في فتح بطن العيان واللعب جوه، وانت بتقول ها سيف تو بي هاندلد او سيف لي استخدمه سيف لي، تبقى عايز تقلل عدد البكتيريا اللي موجوده على المشرط ده لدرجه كام؟ صفر. يبقى عايز الدي كونتامينيشن هنا يساوي ايه؟ يساوي استيرلايزيشن. لما اكون عايز اقلل البكتيريا اللي موجوده في الارضيه بتاعت الاوضه دي للدرجه اللي لو فرض ان انا قايم من السرير ودوست على الارض حافي ما يحصلليش مشاكل، تبقى عايز ديس انفكشن. بأني درجه؟ لو ليفل. اللو ليفل ديس انفكشن كافي لتنظيف الارضيات. لو عايز اقلل عدد البكتيريا للدرجه اللي هي بيها اقدر استخدم المعلقه او الشوكه في الاكل، كلين. يبقى هنا الدي كونتامينيشن قد يساوي كليننج حسب الغرض، انت عايز تقلل البكتيريا الى اني رقم. وقد يكون الدي كونتامينيشن معناها ديس انفكشن، وقد يكون الدي كونتامينيشن بتاعني ستيرلايزيشن، ديبندنج على التعريف المهم دوت. الدي كونتامينيشن يا شباب هو الريدكشن اوف ذا باثوجينيك اورجانيزم تو ذا ليفل ات ويتش items can be used safely او can be handled safely او are safe to be handled. اقلل الكميه بتاعت الاورجانيزم اللي موجوده على الحاجه دي بحيث ان انا بستخدمها وانا امن مش خايف من الانفكشن. يبقى الدي كونتامينيشن زي ما هنقول اهو بتساوي الكليننج في بعض الاحيان، وتساوي الاسترلايزيشن في بعض الاحيان، وتساوي الديس انفكشن في احيان اخرى حسب هدفك من استخدام الاوبجكتس دي. اوكي يلا، سهل الكلام. طبعا ادوات جراحيه بهذا الشكل يبقى انا محتاج الدي كونتامينيشن يساوي استيرلايزيشن. اندوسكوب بهذا الشكل ناوي ادخله؟ لا استيرلايزيشن، لا لو ادخله العيان يبلعه كده عشان ابص على عنده ألسر جاستريك ألسر ولا لا؟ ديس انفكشن هاي ليفل مثلا، ديس انفكشن. عندي ملايه سرير العيان هينام عليها، كليننج او لو ليفل ديس انفكشن تكفي مش كده؟ طيب ما هي وسائل الديس انفكشن؟ وسائل الديس انفكشن خمس حاجات: واحد كيميكال ديس انفكتنس،
ودي خلصناها الحمد لله. ايه هنبدا الكروته ولا لا؟ والله خلصناها. مش الحصه اللي فاتت واحنا بناخد مستويات الديسانفكشن ذكرنا بعض الامثله؟ يعني الهاي ليفل ديسانفكشن مش قلنا في حاجه اسمها الاوبا الاو بي اي؟ احنا قلنا بس انتوا طبعا ما ذاكرتوش لسه ما لحقتوش. الاورثو ثالدهايد الاو بي اي، الهيدروجين بيروكسيد اللي قلت لك بنحط فيه الكونتاكت لينس مثلا، الكلورين اللي بننظف بيه البنش والمطرح بعد ما بنخلص او بنحطه في الغسيل او بنحطه في حمامات السباحه، الالكحول اللي ممكن اعمل بيه ديس انفكشن لبطن العيان لجلده قبل ما افتح العمليه الجراحيه، الايودين والايودو فورس الحاجات دي، الكواترنم امونيوم كومباوندز، كل الامثله اللي ذكرت في الليفلز اوف ديس انفكشن اسمها كيميكال ديس انفكتنس اهي. يبقى الديس انفكتنس قد تكون مواد كيميكال، واقول مثال من اللي فاتوا خلاص على كده مش هنرجع نعيدها تاني. نمره 2 البويلنج، الغليان وسيله للديس انفكشن وتعتبر اوف هاي ليفل ومسموح انك تستخدمها في الاماكن النائيه اللي تنعدم فيها او ما تلاقيش فيها وسائل اخرى بديله للسترلايزيشن. يعني انت شغال في قريه في ريف وجهاز الاسترلايزيشن بتاعك باظ او ما عندكش من الاول، يبقى ممكن اعتمد على البويلنج على انه هاي ليفل ديس انفكشن؟ نعم، بس ارجو معلش وده كلام بقوله، التمريض احيانا بيبوظ شغلك، يبقى انت راجل زي الفل وايديك تتلفف حرير وتيجي التمريض يبوظ لك شغلك. ليه؟ لان التمريض ممكن ما يكونوش عارفين الغليان عن درجه كام والمده قد ايه. بقول لكم مدرسه التمريض من امتحانهم شافوا درجه غليان الميه كام؟ قالت لك 15. يا بنتي غلط، 15 ايه بس؟ بقول لك يعني اكتر ولا اقل؟ طيب ممكن يكون اقل من كده، 15 ده اقل من كده يبقى الميه خارجه من الثلاجه يعني. ها، فالغليان بيبقى عند درجه 100 والغليان تلت ساعه، مش من ساعه ما نحط الحاجه في الجده في الحل، من ساعه ما الحاجه تغلي، من ساعه ما الميه تغلي. الممرضه بقى انت تديها الادوات بتاعتك وتقول لها اغلي لي دي، تقوم تقول لك حاضر، وبعدين تروح ماشي رايحه جايبه حبه مليئه ميه من الحنفيه، ميه بارده، تحط فيها ادوات، وبعدين تحطها على النار وتبص في الساعه، لقيت الساعه 10 مثلا، بس 10 تلت تروح تطفي والميه ما غليتش لسه، تقول لك اه والله تلت ساعه. هي صادقه طبعا، تلت ساعه حاطط الحاجه تلت ساعه، بس الحاجه ما غليتش تلت ساعه. فهو حاجه سيمبل ورخيصه وسهله جدا، بس احيانا بسببها ممكن شغلك يبوظ. ارجو انك انت تبقى تتابع الكلام ده بنفسك اهو. وزي ما بقول لك تعتبر وسيله هاي ليفل ديس انفكشن وتستخدم في الامرجنسيز لو كان ما فيش استيرلايزر في المكان اللي انت فيه. الباسترايزيشن، الباستره ممكن تتعمل لحاجات كتيره، لكن اشهرها واللي انتوا عارفينه كلكم اللبن. اللبن ممكن اسخنه بطريقه من اثنين، يا اما عند درجه 63 لمده نص ساعه، يا اما عند درجه 72 لمده 20 ثانيه. والبعض فيكم هيفتكر، اسف، ان احنا سرحنا وكتبنا ثانيه بدل دقيقه، او هنا كتبنا دقيقه بدل ثانيه، لانه لو حسبها كده معقوله يا راجل تسخن حاجه 63 درجه لمده نص ساعه، وبعدين لو فكرت تزود الحرارة شوية يعني 72 درجة تقوم تريديوس التايمنج لمدة الكم ده يعني 20 ثانية بس كفاية؟ نعم، الأرقام صحيحة ما فيهاش خطأ، بس الأهم سواء اتبعت التكنيك دوت أو دوت إن الحاجة تو بي فولد باي رابيد كولينج أو صادم كولينج. يعني اللبن بنعمل إيه؟ مصانع الباسترايزيشن بتاعت اللبن تعمل إيه؟ تمشي اللبن في مواسير، درجة حرارة المواسير دي مثلا 72 درجة، واللبن يفضل ماشي في المواسير دي، وبعد 20 ثانيه من رحلته تلاقي المواسير نازله لتحت، يقوم اللبن ينزل هوب مره واحده في حاجه فيها مبرد او تلج. يبقى اللبن اتعرض لمده 72 درجه لمده مثلا 20 ثانيه، وبعدين بقى فولد باي رابيد كولينج او لمده نص ساعه عن 63 درجه، وبعدين صادم او رابيد كولينج. هل الطريقه دي وسيله تعقيم؟ هل الوسيله دي بتخلصك من كل الكائنات اللي ممكن تبقى موجوده في اللبن؟ الاجابه لا، عشان كده احنا قلنا دي وسيله ديس انفكشن مش وسيله استيرلايزيشن. امال ليه بنعتمد عليها وبنشرب اللبن سيفلي؟ اهو ده دي كونتامينيشن اهو. انت كده بتقتل اخطر بكتيريا، بص كده الاسامي بتاعت البكتيريا اللي جايه، انت كده بتقتل اخطر باثوجينز ممكن اللبن يوصلها لك. وانا خايف، خايف من ايه؟ من اللبن. ان يكون في اورجانيزم كان البقرة أو الجاموسة عندها الأورجانيزم دوت ونزلت مع اللبن، وأنا هشرب اللبن بهذا الأورجانيزم. أشهر أربعة بكتيريا يجوا مع اللبن
من المزارع هم دول المايكوبكتيريا تيبركلوزيس اللي هو مسبب للسل او الدرن، البروسيلا بتعمل مرض اسمه بروسيلوزيس او الحمى الملطيه، السالمونيلا بتعمل حمى التيفود تيفويد فيفر، والكوكسيلا بتعمل مرض اسمه الكيو فيفر. الاربع حاجات دول ممكن يجوا مع اللبن وممكن يجوا من ان الانيمال نفسه يبقى عنده الانفكشن. اذا كانت الطريقه دي كافيه للتخلص من الاربعه اورجانيزم تبقى كافيه لان انا اشرب اللبن سيفلي، يبقى انا حققت الشرط المطلوب اللي اسمه دي كونتامينيشن، لكنها مش وسيله تعقيم. واحد يقول لي يعني اللبن دلوقتي اللي بنشربه والمعلبات ده البيتي والانجوي والمزارع ومش عارف ايه والانواع المختلفه دي، الالبان دي باسترايزد؟ اقول له لا. ليه؟ لان الباسترايزيشن ممكن تصادف يكون في بكتيريا اخرى موجوده، بس لانها مش مهمه مش هتعمل لك مشاكل فاحنا ما اهتمناش بيها. لكن البكتيريا دي كوميرشالي بقى على المستوى التجاري تخسر المصانع. ليه؟ لان بعد كام يوم لو اللبن دايما اللبن المبستر يبقى عليه اكسبايري ديت، وتلاقيه ممكن يبوظ قبل هذا الديت. فلو المصانع انتجت لبن مبستر بس كده عادي وسابته في السوبر ماركت وانت رحت تشتريه، ممكن قوي على ما تروح البيت تلاقيه قاطع او باص خلاص، حصل فيه انفكشن كونتامينيشن. فدلوقتي المصانع عشان ما تخسرش اللبن ويبوظ بسرعه بيعملوا له اوتوكلافنج. يعني بدا اللبن دلوقتي اللي موجود في المعلبات اللي احنا بنشتريها دي يبقى اوتوكلاف، ده عشان كده يبقى ما فيهوش ولا نوع من انواع البكتيريا، عشان كده تقول اكسبايري يعني تاريخ الانتاج كذا، وكان اكسبايري ممكن يقعد 6 شهور او اكتر حتى بره الثلاجه طالما العلبه ما اتفتحتش. ليه؟ لانهم بداوا دلوقتي يعملوا استيرلايزيشن للبن. الاستيرلايزيشن تعتبر طريقه قديمه بتخسر المصانع. ثيرمال ديس انفكشن، حاضر، تتعزم في فندق 5 ستارز ولا 7 ستارز في فرح وانت داخل على البوفيه تلاقي طبق سخن اهو، ده اسمه ثيرمال ديس انفكشن باي هوت ووتر. يحطوا اولا، والغسالات كمان دلوقتي الغسالات فيها برنامج يخلي الغسيل يبقى سخن مش كده؟ يبقى ده نوع من الديس انفكشن باستخدام الهوت ووتر زي اللاندري مثلا عشان نغسل الادوات بتاعتنا اللي هي اللي مش عايزها معقمه، يعني ملايات السرير زي ما اتفقنا، الغسالات اللي فيها الهدوم، غسالات الاطباق عشان نقلل بقدر الامكان حدوث انفكشنز او دي او كونتامينيشن منها. اخيرا اليو في راديشن، الالترا فايلت راديشن تعتبر وسيله ديس انفكشن رغم انها راديشن. ها يعني كنت متخيل انها تبقى استيرلايزيشن. هي ليه مش وسيله كافيه للاستيرلايزيشن؟ ده سؤال امتحان. ليه اليو في راديشن مش وسيله كافيه للاستيرلايزيشن بينما الجاما ريز وسيله استيرلايزيشن؟ الحكم يا اولاد على البنتريشن، الايونايزنج الالترا فايلت راديشن ما عندهاش هاي بنتريشن باور، ما تعرفش تخترق الاوبجكتس تقوم تعقم الاسطح بس، فيبقى ممكن قوي رغم انها رخيصه وسهله بتوصل ببلاش من الشمس او احنا بنصنعها بسهوله بنمط الزيبق الميركري لامبس بتطلع يو في، بس الحلو ما يكملش، البنتريشن باور الضعيفه بتاعتها تجعلها فقط تستخدم في تعقيم الهواء او سطح الاشياء بس، ما اقدرش اعقم بيها حاجه ليها عمق. ده سؤال جه فريق، ليه اليو في راديشن ما هياش وسيله استيرلايزيشن او ما اقدرش اعتمد عليها في الاستيرلايزيشن بتاع الاوبجكتس المختلفه؟ لان عندها ويك بنتريشن باور، لانها لو ايونايزنج راديشن او نون ايونايزنج راديشن، فعندها ويك بنتريشن باور فما اقدرش استخدمها غير في تعقيم الهواء او في تعقيم الاسطح. وبرده سبحان الله قدرنا احنا برده ما نفوتهاش، بنستخدمها ونعقم بيها الهواء فين؟ في اوض العمليات. يعني اوض العمليات بعد نهايه اليوم وهم خارجين بيولعوا لمط كده تطلع يو في، تقوم تعقم الهواء بتاع اوضه العمليات عشان يجوا تاني يوم يطفوا كده من بره ويخشوا يشتغلوا، يبقى الهواء اوريدي معقم. الهواء بتاع مصانع تعبئه الادويه، ما ينفعش يبقى عندي الانبول اللي انا هعبيه بدواء والهواء ممكن يكون فيه بكتيريا، تقوم البكتيريا تنزل كده من الهواء جوه الانبول، يبقى انا لما اجي احقنك بيه في الوريد يبقى انا حقنتك ببكتيريا. في حد معاه موبايل احسن؟ موبايل. يبقى مش انت، لا مش انت.
بابلي يا ترى؟ يلا سيف مش مشكلة. نرجع تاني بسرعة كده، كان في حد له سؤال أنا هرجع له حالا، بس أنا هرجع للسلايد ده هو اللي كان بيلخص لك القصة. وسائل الديسنفكشن خمسة: كيميكال ديسنفكتنس، هيدروجين بروكسايد، أوبا الأورثو فالدهايد مثلا، الكلورين، الألكحول، الأيودوفورز، بويلينج ووتر ده هاي ليفل ديسنفكشن بستخدمه في الإمرجنسي لما يكون ما عنديش وسيلة تعقيم جاهزة، باسترايزيشن كانت وسيلة قديمة دلوقتي معظم الشركات بطلوا يستعملوها لكنها ستيل ممكن تحصل، وسيلة قديمة الباسترايزيشن اوف ميلك اسخن 63 لمدة نص ساعة او 72 لمدة 20 ثانية بس تو بي فولود باي سادن كولينج. ليه وسيلة معتمدة ممكن اشرب اللبن رغم انها مش استيرلايزيشن؟ ثواني ايوه انا يا شباب مرحبا يعني تيار ولا احمر يلا يا شباب خلاص يلا ولاد. نعم حد كان ندى هنا عشان يسأل؟ كان في حد هنا رفع ايده عشان يسأل وقلت له لحظه؟ رانيا اي رانيا يكون في بكتيريا مفيده فين؟ في عمل الزبادي ممكن في لاكتوباسيلاي بيحطوا على اللبن عشان يطلع اسس يبقى زبادي وبتبقى بروبايوتيك يعني ممكن تنفعني تحل محل الزبادي. لا لا ده في الزبادي هو ليه بيقطع يا دكتور؟ عشان بيطلع اسس الاسس يجبن اللبن البكتيريا بتفرمنت اللاكتوز تطلع اسس الاسس يعني يخلي البروتينز يحصل لها ديناتوريشن سيبريشن تتكبل. يلا يا شباب الباسترايزيشن قلناها، الثيرمال ديسانفكشن غسيل الملايات السراير والاطباق في الفنادق والكلام من ده، واخيرا الترا فايلت هي اللي بيجي فيها اسئله تجيب فريزر كتير، هي ليه مش وسيله تعقيم؟ ليه ما بنستخدمهاش على اللارج سكيل؟ عشان البنتريشن بار بتاعتها ضعيفه جدا فبستخدمها بس في تعقيم الهواء وفي تعقيم السيرفس. برافو عليك. سؤال: ممكن الممتحن يجيب لي كذا حاجه ويقول لي ايه الوسيله الامثل اللي بتستخدم في تعقيمها او في الديسنفكشن بتاعها؟ ده سؤال وارد وموجود في الورق تحت. ولك قلتكم اذكر الطريقه المثاليه لتعقيم او للديسنفكشن بتاع each of the following items. واضح؟ واذا كان عندك اكتر من اختيار يبقى اي اختيار فيهم هيبقى صح. يعني هوا قلت العمليات ادينا خدنا الطريقه اهو وهناخد له طريقه ثانيه قدام شويه. يلا نروح لوسائل المين ميثودز اوف ستيرلايزيشن. بقى خلصنا الديسنفكشن. طرق التعقيم الاساسيه: واحد استخدام الهيت يا اولاد نركز يا قداح استخدام الهيت. وهنا ممكن استخدم الهيت. الهيت على فكره له تو فورمز، استخدم الهيت في شكل من اثنين للتعقيم
يا اما في شكل مويست هيت. هو مين المويست هيت ده؟ المويست هيت اللي هو ايه؟ الفيبر صح، او الميه نفسها، او البخار اللي طالع منها صح. في اسمها حاجه مويست، يا الميه يا بخارها، ده اسمه مويست. يا اما دراي هيت، يبقى الهيت نوعين، المويست هيت اللي هو الستيم ستيرلايزيشن، الدراي هيت اللي هو استخدام اللهب المباشر او الهواء السخن. الهواء مش الستيم، مش البخار، يعني الفرن اللي بتطبخ فيها في البيت ده دراي هيت، اسمها هوت اير اوفن، الفرن الحراري، ها، او الفليم، اللهب اللي طالع من الموقد كده، ممكن يبقى اسمه دراي هيت. يبقى دائما عشان تبقى فاهم، المويست هيت هي الميه السخنه او البخار اللي طالع منها، اما الدراي هيت هو الهواء السخن او النار المباشره. واضح؟ كويس. طيب ممكن استخدم حاجه ما فيهاش حراره؟ نعم نعم يا دكتور، علي صوتك. الهيت، الهيت هي وسيله ديسانفكشن ولا ستيرلايزيشن. برافو عليك. الديبينز على الطريقه، اذا كنت بعمل بويلنج يبقى لسه قايل انها ديسانفكشن، اذا كنت بعمل باستيرلايزيشن تبقى ديسانفكشن، اذا كنت بعمل يعني ممكن استخدام المويست هيت في الديسانفكشن، لكن في الاستيرلايزيشن هتشوفي دلوقتي ازاي هوصلها انها تبقى وسيله الاستيرلايزيشن حالا دلوقتي. ممكن لو الحاجه اللي انا هعقمها هتبقى يحصلها دامج بالحراره، ممكن استخدم ميثودز ما فيهاش حراره؟ نعم، يقوموا يسموها لو تمبرتشر. واعتقد احنا شطبنا الكلمه دي كده. في كلمه كولد مكتوبه عندكم ولا مشطوبه؟ اتشطبت الحمد لله، لان انا كنت متحفظ على الكلمه دي، اما اشطبها بقى من على السلايد. كانوا يقولوا كولد بين قوسين، فكولد دي الطالب اللي ما سمعش الشرح او كده يفتكر كولد دي يعني ممكن استخدم درجه اقل من العادي، احط في ثلاجه مثلا. لا، مش ده المقصود. المقصود سيبها خلاص، مش لازم نتعرض لكلمه كولد. لو تمبرتشر يعني مش هستخدم الحراره، هستخدم طرق اخرى. زي ايه؟ هيدروجين بيروكسيد جاز بلازما ستيرلايزر، هنشرحه وتفهم معناه يعني ايه جاز بلازما. اثيرين اوكسيد جاز او الليكويد بير اسيتيك اسيد، دي وسائل ما بستخدمش الحراره، بستخدم حاجات بديله وكافيه للتعقيم. نعم، لما تكون الحاجه هتبقى دامجد او هارمد دي الحراره. حلوه. طب يا ترى في وسائل اخرى للتعقيم؟ نعم، بص كده في لسته فيها بتاع 9 حاجات. ممكن استخدم الايونايزنج راديشن، ممكن استخدم الفلتريشن، ممكن المايكروويف يسخر وسيله التعقيم، الفيبرايزد هيدروجين بيروكسيد، يعني بدل ما هنا كان هيدروجين بيروكسيد في الجاز بلازما يبقى فيبر، هيدروجين بيروكسيد فيبر. ممكن الفيبرايزد بير اسيتيك اسيد برضه، بدل ما كان هنا ليكويد يبقى هنا فيبر. الكلورين او الدايوكسيد يبقى برضه فيبر او جاز. الانفراريد راديشن، الفورمالدهايد ستيم، واخيرا الاوزون. كل دي وسائل تعقيم. طيب هستاذنك نروح ناخد الاول الاوتوكلاف، وصحيح اخر حاجه في الشابتر لكنه اهم حاجه ريلاتيف، يعني معظم الاسئله اللي هنتسالها في المنهج في الحته دي هتبقى في الاوتوكلاف. هناخده الاول كده واحنا بخيرنا. ستيم ستيرلايزيشن او بين قوسين اوتوكلافين، اخر حاجه يعني اللي كده اخر صفحه والحته اللي قبليها على شمالك تحت. ستيم ستيرلايزيشن اخر صفحه في الشابتر، واللي على شمالك تحت كده اخر عنوان تحت في الصفحه. ستيم ستيرلايزيشن يا اولاد او اوتوكلافينج، تعالوا اقول لكم الفكره. الزميله الدكتوره الاسم روبا، انا اسف سالتك قبل كده بس نسيت معلش. لو سخنت ميه في اوبن اير كده، فالميه اقصى حراره ممكن توصل لها 100 درجه مئويه، وكده ببقى بسخن في جو مفتوح، يعني البريشر مفيش بريشر في واقع، يعني البريشر 1 اتموسفير. ده لو سخنت في ايه؟ في اوبن فيسلز. طيب الناس فكرت تعمل حاجه ايه؟ ما تيجي نجيب حله، بس خلي بليز المعدن تخين من الاول اهو، عشان انا ناوي ازود الضغط جوه، يبقى انا عارف ناوي اعمل ايه لحسن الحاله تنفجر، فيبقى سترونج ميتال، وبعدين الغطاء بتاعها برضه يبقى قوي من نفس المعدن، ويبقى شكله كده مخروب كونيكال كده اهو. وهنقفل الغطاء بسكرو كاب، بس قبل ما نقفل نعمل ايه؟ كنا بنحط كده رف معدني
بيرفوريتد في خرام كده، وتحت نحط ميه اهو، ده مستوى الميه، وعلى الرف ده هنحط الاوبجكتس تو بي ستيرلايز، ولو عندي احط رفين ثلاثه مخرمين ما يجراش حاجه، واحط عليهم الاوبجكتس اللي انا عايز اعطاه. بعد ما نحط الحاجه ونملى الميه نروح قافلين السكروز دي، نقفلها كويس قوي، يبقى الليد هنا بقى تايتلي كلوزد. زمان كنا بنسخن على البوتاجاز ولا الباجور، دلوقتي بقى في من الاجهزه دي اسخن بالالكتريك باور. احط الفيشه واولع الجهاز، الكويل اللي جوه يسخن، يسخن الميه، تبدا الميه تغلي صح؟ طب لما الميه تغلي ابص الاقي البخار هنا بقى في فتحه فوق كده سايبها مفتوحه، سايبها لسه اوبن. ابص الاقي الستيم بدا يخرج، ها شويه ستيم وبعدين مفيش حاجه خارجه، وبعدين شويه ستيم وبعدين مفيش حاجه، وبعدين شويه مفيش حاجه، دي اللي هو ايه؟ الهواء. الستيم عمال يزق الهواء، ففي شويه ستيم يخرجوا وبعدين هواء، والستيم اللي بعديهم كانهم زقوا شويه الهواء دول صح؟ لان الهواء انا ما بشوفهوش. امتى اعرف ان الهواء اللي جوه اتطرد كله؟ لما يبقى الستيم بس طالع في شكل كونتينوس جيت. اما يطلع كونتينوس جيت اوف ستيم يبقى كده خلاص كل الهواء اتطرد، اروح قافل. اقفل تايتلي برضه من فوق. طب لما قفلت بقى الستيم بدا يتحجز جوه. فالستيم اللي هيتحجز جوه دوت بيدور على منفذ يخرج. يضغط كده يلاقي سترونج ميتال، مش لاقي حته ينفذ. الحاجه الوحيده اللي ممكن يزقها ويقدر يجي عليها الحيطه المايله بتاعته هي الميه. يوم الستيم يضغط على الميه، الميه كده بقت واقعه تحت ضغط عالي صح؟ تقوم تبطل تغلي لان بقى في ضغط واقع عليها. بس الميه انتوا عارفين الميه بتكذب الغطاس، الميه برضه عايزه تقاوم الستيم، ها؟ فتقوم تاخد مور انرجي عشان تقاوم البريشر عليه ده عشان تغلي برضه، لان هدفها تغلي في الاخر صح؟ تقوم تغلي عند درجه حراره اعلى. كل ما زودت الضغط على سطح الميه كل ما تغلي عند درجه اعلى. لقينا العلاقه الفيزيك دي، عند 2 اتموسفيريك بريشر الميه بتغلي عند درجه 121 درجه مئويه مش عند درجه 100. ولو وصلت البريشر ل 3 اتموسفيريك بريشر الميه تغلي عند 134 درجه مئويه. وكل بقى ما ازود 1 اتموسفير بزود المخاطر، الاقي زياده البويلنج بوينت مش فارقه قوي. يعني اوصل 4 اتموسفيريك بريشر الحاله ممكن تفرقع، وهزود في النهايه هتغلي عند كام يعني؟ 140 يعني، مش ما جاتش على كام درجه دول. فقلنا كويس، يبقى انا هعمل الاوتوكلاف بتاعي بحيث ان المعدن اللي معمول منه يتحمل ان الضغط جوه يبقى 2 اتموسفيريك بريشر او 3 ماكسيمم، واحط عداد ضغط في الغطاء كده بحيث ان اشوف الضغط جوه كام. ولو ان انا ناوي اشتغل على 2 اتموسفير يعني درجه الحراره 121 ازود الوقت شويه، يعني اخلي الاكسبوجر تايم من 20 ل 30 دقيقه. ولو ناوي اشتغل عند 3 اتموسفير عند 134 درجه بصوا يكفيني من 3 ل 6 دقائق تعقيم. شفتوا اختصرنا الوقت لايه؟ ومفيش داعي نزود الضغط عن كده عشان ما ازودش المخاطر. بس السؤال المنطقي اللي في ذهنكم، طب والضغط هحافظ عليه 2 اتموسفير ولا 3 اتموسفير ازاي؟ هنحط صمام في الغطاء سيفتي فالف. الصمام ده فيه معدن زي السوستة كده، زي الحله البريستو كده اللي بتصفر لما الحاجه تستوي. لما الضغط يوصل 2 اي زياده في الضغط بيفتح الضغط، يزق الصمام ده يفتحه في اتجاه واحد، يطلع الاكسس ستيم ويرد السوسته تقفل تاني. هبقى بمنتين الضغط جوه 2 طول فتره التعقيم، او 3 لو انا ظابط على 3 حسب المعدن وحسب الجهاز بتاعي. ادي فكره الاوتوكلاف. يبقى انا زودت الحراره عن 100 وبقى في ضغط واقع على الحاجه اللي بتتعقم، واختصرت الوقت. بدل الغليان مكان 20 دقيقة ممكن اوصل بالوقت ل 3 ل 6 دقايق، وبقت وسيلة تعقيم مش وسيلة تطفيف. شفت يا رغى؟ بنفس فكرة المية او المويست هيت خليتها وسيلة تعقيم. فالوسيلة دي مهمة جدا، تعالوا نشوف تفاصيلها مع بعض. الفكرة ان هنا هستخدم المويست هيت بس بشرط انه يبقى ساتيوريتد. ساتيوريتد يعني ما يكونش فيه هواء، معنى كلمة ساتيوريتد ستيم يعني
كل السبيس اللي جوه بتاع الفيسل المقفول ده يبقى ستيم، ما يبقاش فيه هواء. وهنعرف ليه مفروض ما يبقاش فيه هواء. لو فيه هواء الهواء هينترفير مع عمليه الاستيرلايزيشن، فلازم يبقى ساتوريتد ستيم. ادي واحد. اثنين، لازم يبقى واقع تحت بريشر ضغط عالي. ادي اثنين. لفترة معينة. ادي ثلاثة. لدرجة حرارة معينة. ادي اربعة. يعني في اربع حاجات لازم احققهم. ولو خدت بالك احنا اتكلمنا عن اربع حاجات. احنا خرجنا الهواء كله الاول، وبعدين بص كده في بريشر وفي درجة حرارة وفي تايم. ادي الاربع حاجات اللي لازم احافظ عليهم في الاوتوكلافين. حاضر، هرجع لك حالا. بص يا ولاد، فكرة الاكشن بتاعة المويست هيت، ان المويست هيت او دائما المية السخنة لما الاورجانيزم يتعرض لها بيحصل حاجه اسمها ديناتوريشن او كواجوليشن اوف اتس بروتينز. يعني البروتين اللي البكتيريا داخله في تركيبها والبروتينز اللي عباره عن انزيمز هتعمل ميتابوليزم للبكتيريا هيحصل لها ديناتوريشن وكواجوليشن. ايوه، تقوم البكتيريا تتقتل باي ديناتوريشن وكواجوليشن اوف اتس ستراكشرال اند فانكشنال بروتينز. كويس. البارامترز بتاعت الستيم ستيريلايزيشن الاربع نقط المهمين هم ايه؟ اهم. تاني، بعد ما قلناها كديفينيشن بحطها لك نقط لحسن تنسى اهو. انا عايز يبقى فيه ساتوريتد ستيم ويكون فيه بريشر ويكون فيه سبيسيفيك تمبرتشر جوه سبيسيفايد اكسبوجر تايم. حلو. السؤال، وانت عايز الستيم يبقى ساتوريتد ليه؟ ليه فريز؟ يعني ليه عايز تطرد كل الهواء وتخلي السبيس جوه فري اوف اني اير؟ لان الاير بيأكت از ان انسوليتور وبيهايندر ذا بنتريشن باور اوف ذا ستيم. تاني، الهواء بيشتغل كعازل ويعوق ان الستيم يقدر يبنتريت جوه الاوبجكت ويعقمه. فانا عايز اريموف الاير كله الاول عشان يبقى الحاجه كده ايه، اتعقمت براحتها. ادي واحد. اتنين، البريشر اللي عايزه جوه عايزه ليه؟ لان الستيم اندر بريشر هيبقى له هاي بنتريتنج باور. الستيم لما يكون المايه اللي بتغلي لو في هواء سخن كده، الهواء السخن اللي حواليك او البخار العادي اللي وان اتموسفيريك اخرها يوصل للسطح وبعدين الحراره تنتقل بالراديشن، لكن الستيم نفسه اللي اندر بريشر هيبنتريت ويخش جوه الاوبجكت اللي عايز يتعقد. فدي ميزه لوجود الضغط هنا. ايه بقى التمبريتشر والسبيسيفايد تايم؟ الاكسبوجر تايم اهو زي ما قلت لك، لو ظبطت عند 2 بار. بار يعني بار جاي من بارومتريك يعني ضغط. 2 بار يعني 2 اتموسفيريك بريشر، يبقى درجه الحراره 121 يكفيني 20 30 دقيقه كاكسبوجر تايم. لكن عند 3 اتموسفيريك بريشر الحراره بتوصل ما بين 132 ل 135 اللي هو الافرج 134، ويكفيني 3 ل 6 دقائق ده عند 3 اتموسفيريك بريشر. طيب، انواع الاوتوكلاف اللي انا هوريك صوره الاول عشان تفهم. اهو اللي انا شرحته لك ده اهو على يمينك اسمه سيمبل لابوراتوري اوتوكلاف. ده الاوتوكلاف بتاع المعامل العاديه. بص كده بقى الغطاء عليه ايه؟ الغطاء عليه بريشر جوج عداد للضغط عشان يقول لك الضغط جوه كام. عليه سيفتي فالف اهو اللي يفتح ويخرج الاكسس ستيم. ممكن طبعا يبقى عليه حاجات ثانيه كتير، وبيتقفل بسكرو كابس. وزي ما انتم شايفين معدن كده شكله من الصوره، معدن تخين سترونج اشبه ما يكون بالحله البريستو عندكم في البيت. اللي مش عارف الحله البريستو يروح المطبخ النهارده ويطلع كل الحلل ويقعد يشيل حله لقاها خفيفه يرجعها، يشيل اتقل حله عندك في المطبخ هي دي الحله البريستو. بتبقى تقيله جدا عشان معموله من سترونج ميتال عشان الضغط العالي اللي جوه ما يفرقعش. تمام؟ انا دايما بوراتكم بخليكم تعملوا تجارب بتتقزوا عليها بعديها على طول في البيت طبعا. يعني بيعمل تجربه يرجع الحلة تاني. طيب بصوا بقى يا ولاد، لقينا هرجع بصوا بس شايفين بس الاوتوكلاف ده الاول قبل ما ارجع للكلام. الاوتوكلاف ده دلوقتي في المعمل اسمه بري فاكيوم اوتوكلاف، هتفهموا حالا دلوقتي. بصوا كده بري فاكيوم هتفهم ايه اللي بيحصل. بص كده معايا الاول، السيمبل لابوراتوري اوتوكلاف اللي انا شرحته لك ده بقى حاجه اولد فاشن قوي، والمعامل يعني اللي على قدها قوي هي اللي بتستخدمه في التعقيم. دلوقتي بقى فيه اوتوكلاف احدث بيعملوا ايه؟ بيغلي الميه بره، يعني ما يحطش ميه جوه الاوتوكلاف. امال الميه تتغلي في مصدر بره وتيجي في ماسوره وتنزل، يعني الاوتوكلاف اصبح عامل زي ما انت شايف. ها؟
انا همسح المواعيد دي وتالي خلاص قلناها وكم عرفتوها اللي ما عرفهاش بقى سابوا على جنبه. بصوا يا ولاد، لو انا جبت مصدر ستيم من بره خالص وخليته الاوتوكلاف يبقى عامل زي تشيمبر كده، الفتحه اللي من فوق تدخل الستيم اهو، الستيم هيجي لي من فوق اهو، وبرده في الارفف المخرمه اللي هرص عليها الاوبجكتس تو بي ستيرلايز. هفتح حنفيه هنا كده افتحها، تقوم الستيم يندفع في المواسير دي يخش لي من فوق صح؟ طب الستيم اللي داخل من فوق لانه اتقل من الهواء هياخد الهواء ويخرج بيه بسهوله من فتحه تحت هنا. لما الهواء كله يطرد اروح قافل الحنفيه اللي تحت واسيب اللي فوق مفتوحه، يبقى الستيم عمال ايه؟ يتحجز جوه الغرفه. هنا يسموه جرافيتي ديسبليسمنت اوتوكلاف. الديسبليسمنت هنا يعني ببدل مين بمين؟ ببدل الهواء بالستيم، وبعتمد على الجرافيتي عشان الستيم جاي من فوق فيطرد الهواء بسهوله من تحت، يبقى اسمه جرافيتي ديسبليسمنت اوتوكلاف. هو ده اللي بدا يبقى البديل بتاع السمبل لابوراتوري الاوتوكلاف، وبستخدمه بنفس شروط التشغيل. مش هتحفظ حاجه جديده اهو، بعقم عند 121 درجة 20 ل 30 دقيقة، الضغط جوه بيكون 2 اتموسفيريك بريشر. أمال لو الضغط هيبقى جوه عالي وعايز الوقت يبقى سريع، أنا ممكن الوقت السريع ده الثلاث لست دقايق أخسر الفايدة اللي أنا كسبتها دي، أرجع أخسرها تاني انتظارا للديسبليسمنت بتاع الهواء. صح ولا لأ؟ يعني انتظر على ما الهواء يخرج والستيم يريبليس، ما دي هتاخد وقت. لو ضفتها للثلاث لست دقايق يبقى انت ما كسبتش حاجه في الاخر. عشان كده راحوا عاملين لي الاوتوكلاف الجديد ده، ده اهو ده بقى. بص الاوتوكلاف غالي جدا وبيبقى في المستشفيات الكبيره. ده الباب زي ما انت شايف كده يتفتح زي الغواصه كده، سكرو كده يفضل يلف 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 لما ايه يفتح الباب يخش جوه، ممكن يمشي جوه جوه ده اوضه يرص كل الحاجه اللي عايز يعقمها، وبعدين يخرج ويروح قافل، وبعدين يشغل الفاكيوم. الفاكيوم بقى يعني ايه؟ شفاط هيشفط الهواء بس ويفتح الستيم. يبقى الهواء اتشفط بسرعه والستيم بيريبليس بسرعه، يبقى انت ما تضيعش وقت في انك تملى الجهاز. بس تروح ظابط 3 ل 6 دقائق 3 اتموسفير سلام عليكم. تبقى اسمه بري فاكيوم اوتوكلاف. بصوا في سؤال جه كده السنه اللي فاتت على طول، جه في ريزن في البري فاكيوم اوتوكلاف. بص الجمله دي يا جماعه، يعني بقى في شورت سايكل ولا لا؟ السايكل بقت شورت في الديوريشن ولا لا؟ علم ليه في البي ليه في البري فاكيوم اوتوكلاف بقى الديوريشن بتاعت السايكل بقت فيري شورت. اهو بالظبط اهو، نتيجه للرابيد ريموفال اوف اير. الرابيد ريموفال اوف اير بيجعل الريبليسمنت اوف اير بالستيم اسرع، فبيرديوس الوقت اللي بيستخدمه هذا الاوتوكلاف. عشان كلام سهل يا ولد اللي له اي سؤال. كان في حد رفع ايده قلت له انتظرني. دكتور اسمع عليك اسمع اندرو بشور 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 يسال وخلاص. سؤاله اتجاوب. مين تاني له سؤال؟ اوتوكلاف كده سهل؟ انتوا ما شاء الله عليكم. ده انا مره قعدت حصتين في الاوتوكلاف دوت من كتر الاسئله. قد كده الدنيا واضحه ان شاء الله، ولا انتوا الصبح بتبقوا مش فايقين قوي؟ ايوه بشور. البديل ده في المستشفيات واسرع وبقت اوضه وبياخد حاجات كتير بدل ما افضل اجيب حاجه صغيره اعقم شويه شويه، يعني اقتصاديا افضل يوفر وقت ومجهود وحضر. ربع ربع حضر. اعيد ايه؟ اعيد الجرافيتي حضر. نعم انت امبارح رفعت ايدك وانا قلت لك انتظر ومشيت قبل ما تسال. انا في منتهى الاسف اسمحوا لي اعيد حصه امبارح بسرعه. قول يا حبيبي سؤال امبارح ولا سؤال النهارده؟ لا النهارده. عرفني بالاسم بس احمد اتفضل يا احمد. الجرافيتي ديسبليسمنت نعم، في صمامات ايضا في زي مواسير بفتح عشان الديسبليسمنت وبعدين اقفل عشان يتحوش وهكذا. نعم هعيد الصورتين. الجرافيتي ديسبليسمنت ملوش صوره فانا رسمه اهو، فكرته عامل زي السيمبل لابوراتوري الاوتوكلاف بالظبط. الاول في حنفيه هنا تحت وحنفيه فوق، بفتح اللي تحت دي عشان اسرب منها الهواء وافتح اللي فوق في نفس الوقت عشان الستيم جاي لي من بره. ف
فالستيم يعني تخيل انت عندك غلايه هنا بتغلي والستيم جاي كده من بره، فبقى الستيم نازل من فوق يوم الستيم لانه اتقل، فعلى حسب الجاذبيه هيطرد الهواء بسهوله لانه هينزل كده ياخد الهواء وينزل بيه. بس الستيم محتاجه وقت برضه، بعد ما الهواء كله يتبرد اروح قافل الحنفيه ده ويبدا الستيم يتحوش يتحوش، لما اعداد الضغط يقول ان الستيم كده الضغط بما فيه الكفايه وبقى ضغطه 2 اتموسفير اروح قافل الحنفيه اللي فوق. تمام؟ اما دي رحت معوضها بقى هنا بان انا عندي فاكيوم شفاط بيشفط الهواء، يبقى الستيم بيخش بسرعه يملى الاوضه. نرجع للادفانتج بقى، ده سؤال امتحان. خلي بالكوا الاوتوكلاف مليان اسئله، وارجو اللي ما بيحصلش على الاسئله من تحت حتى لو مش عايز يجاوبها يبص عليها يشوف ايه الاسئله اللي ممكن تيجي، ما يتفاجئش بسؤال جديد في امتحان. ها فيكم بقى يقول لك ما انا خلاص بذاكر مش محتاج اسئله انا اما اجي، لكن يتفاجئ بسؤال صح. ايه الادفانتج بتاعه الاوتوكلاف عن اي ميثود اخرى؟ على فكره الاوتوكلاف هو افضل وسيله تعقيم في الدنيا ما لم يكن الشيء اللي بيتعقم سنسيف للحراره او بيأفكتد بالمويست بالمويتشر بالرطوبه بالميه، لكن لو الحاجه اللي هتعقمها ما تتاثرش بالميه ولا الحراره تبقى افضل وسيله تعقيم في الدنيا هو الاوتوكلاف. ومن مميزاته الشهيره جدا انه اولا نون توكسيك، ما فيش ماده كيميكال استخدمتها، ما فيش ريزيديوال افكت، ما فيش توكسيك، ادي واحد. ان اكسبنسيف، انت بتشتريه مره وخلاص بعد كده بتشغله بس، يعني بياخد له شويه كهرباء بس. رابد بيهيت الحاجه بسرعه وفي بنتريشن باور سريع، يبقى بيعمل رابد هيتنج عند بنتريشن الفابريكس او الحاجات اللي انت بتستخدمها. رابعا هو الموست ريلايبل ميثودز بشكل عام على الاطلاق، يعني ما لقيناش اوتوكلاف، يعني حتى لو حاجه باظت من الحراره ما لقيناش اوتوكلاف بتقدر البكتيريا تقاوم، تبقى الموست ريلايبل ميثودز كل الظروف اللي حكيناها دي بتخليه افضل ما لم يكن الشيء بقول لكم سنسيف للهيت او للموست. ثواني ثواني، السؤال بقى المنطقي، طب وانت مش دريان كده في السيمبل لابوراتوري اوتوكلاف، لو الصمام بتاعك ده باظ وانت مش دريان، ولا لو عداد الضغط بايظ ومعلق، ما هو ياما عدادات تلاقيها معلقه كده، يبقى اذا ازاي تعرف ان الاوتوكلاف بتاعك دائما شغال سليم؟ بص يا ولاد اهو، لازم كل فتره اعمل حاجه اسمها مونيتورنج اوف ذا اوتوكلاف، نعمل مونيتور يعني. وده سؤال امتحان وجه في نص السنه مش اللي فات اللي قبليها. How to monitor the efficiency of the laboratory autoclave. ازاي دايما تطمن انه شغال 100%؟ عندي ثلاث طرق للمونيتورنج، يا اما واحد ميكانيكال انديكيتورز، ميكانيكال دي يعني حاجه فيزيكال، يعني دايما اجس الحراره جوه كام والضغط جوه كام واظبط التايم صح، يعني اظبط الحاجات البارامترز اللي اتفقنا عليها. تجس الحراره يعني ايه؟ تحط ايدك على الاوتوكلاف كده تشوفه سخن ولا لا، ولا تعمل ايه؟ ها اجس الحراره اعمل ايه؟ احط ترمومتر، احط ايدي جوه واشيلها بسرعه. برافو عليك، تمام. لو ايدك تعقمت يبقى صح شغال، ما تعقمتش يبقى الله ينور. الحاجات الميكانيكال اقيس حراره وضغط وتايم. بصوا كده هوريك صوره ليها، بين الانديكيتورز ليها صوره اهي، بص كده اهو. دلوقتي معظم الاوتوكلاف بيبقى ليها سوفت وير متوصله زي ماشين كده زي اللي بيطلع لك الريسيت في السوبر ماركت، كل فتره تدوس عليها تطلع لك ريسيت، الريسيت ده بيقول لك الحراره جوه كام والضغط كام وعدى وقت قد ايه، وانت ممكن يبقى في تايمر تظبطه من الاول وتنسى القصه. فده اسمها فيزيكال او ميكانيكال انديكيتورز، يعني انا ميكانيكالي بتتبع كل شويه بيطلع لي جراف في التمبريتشر والبريشر كام وعندي تايمر ظابط الوقت كام. حاجه سهله مفهوم. الاصعب شويه اعمل كيميكال انديكيتور، اجيب ماده كيميكال تكون في اللو تمبريتشر بتبقى كلرلس، ولو تعرضت لحراره معينه لونها يغير، وبرده لو رحنا شفناها اهي، ادي الكيميكال انديكيتور. دوت كيميكال انديكيتور مش مستعمله، دي ورقه زي فلتر بيبر، والماده الكيميكال احنا دهنين بيها الحته اللي في النص دي، شايفها القلب اللي جوه ده اللي هو ازرق هنا اهو، شايفينه؟ اجيب الكيميكال انديكيتور واحطه جوه الاوتوكلاف اثناء عمليه التعقيم، وفي نهايه التعقيم لما افتح والحاجه تبرد واخرجها ابص على الكيميكال انديكيتور،
لو لقيت الشريط اللي في النص ده اللون اتغير، يبقى فعلا الحراره هنا اثرت على الماده الكيميكال وغيرت لونها، يبقى الاوتوكلاف شغال صح. دي اسمها كيميكال انديكيتور، اما بايولوجيكال انديكيتور. سمعتوا معانا عن كلمه الاوتوكلاف دي فين قبل كده؟ في الاسبوع. طاهر ابو زيد النهارده متالق ما شاء الله، هداف. اسف ده في حد بلغ، في حد ما سمعش عن سبورز اساسا؟ سبورز ابدا بالله. في ماده عندنا اسمها مايكروبيولوجي، فيها كتاب اسمه فوليوم 1، فيها شابتر اسمه شابتر 2، اخر صفحه فيها ماده اسمها سبورز. ده انا بقول عليكم كويسين قلبي. انجينا يقول لك دي فريز اللي عمر المدرسين بتوع البرايفت قصير اهو، السبب اهو ايه؟ سبورز. سبورز هي الحوصله، البكتيريا اللي بتتعرض لانفيفربل كونديشنز وبتعمل سبورز، وقلنا بيبقى عندها ثيرمال ريزيستنس تقاوم الهيت، وعشان كده لازم ننقلها عند 121 بالاوتوكلاف. فانا بجيب حاجه اسمها بكتيريا السبورز، احطها في انبوبه كده، واحطها في وسط الحاجه اللي بتتعقم، وفي اخر التعقيم اطلع الانبوبه دي وازرع السبورز في ظروف فيفربل بقى على كلتشر ميديا، وانكوبيت في درجه الحراره المناسبه. لو السبورز عملت جيرمينيشن وقدرت تجرو وطلعت في شكل كولونيز، يبقى السبورز ما اتقتلتش، يبقى الاوتوكلاف بايظ. لكن لو السبورز اتقتلت عمرها ما هتجرو، يبقى الاوتوكلاف شغال سليم. اهي نشوفها اهي يا ولاد، انبوبه كده فيها حاجتين، فيها كلتشر ميديا وجواها فيها انبوبه ثانيه صغيره رفيعه مقفوله فيها سبورز، بحيث ان السبورز مش محطوطه على الكلتشر ميديا، بيفصل بينهم انبوبه شعريه ازاز كده رفيعه. يعني السبورز جوه ازازه صغيره محطوطه جوه ازازه اكبر، الازازه الاكبر دي فيها الكلتشر ميديا، عشان ما نقعدش نشيل ونعمل. احط الازازه دي كده على بعضها كلها جوه الاوتوكلاف ليه؟ عند 121 لمده 20 دقيقه. بعد ما اخلص بدوس على حاجه كده في الغطاء، او ارفع الغطاء وادوس على حاجه، تقوم الانبوبه الصغيره تتكسر والسبورز ده تتعرض للميديا، اعمل لها انكيوبيشن. لو قدرت تجرو يبقى السبورز ما ماتتش، لو ما قدرتش تجرو تبقى السبورز ماتت. واكوردنج هتجرو ولا لا اعرف الاوتوكلاف شغال كويس ولا باظ، يبقى اسمها بايولوجيكال انديكيتور. طب السبورز دي بتاعت اورجانيزم يكون بيتحمل الحراره؟ نعم، اسمه باسيلس او جيو باسيلس استيارو ثيرموفلس. اسم على مسمى، جي دي يعني جيو باسيلس، استيارو ثيرموفلس، ثيرموفلس يعني بيحب الحراره. مش احنا خدنا ان في حاجه اسمها ثيرموفيليك بكتيريا؟ اهو ده ثيرموفيليك، اهو ثيرموفلس يعني ثيرموفيليك يعني بيحب الحراره العاليه، والسبورز بتاعته بتتحمل درجه 121 لمده 10 الى 12 دقيقه. يبقى لو الاوتوكلاف شغال صح السبورز هتموت، لكن لو ما ماتتش يبقى الاوتوكلاف فيه مشكله. مفهوم؟ اللي مش فاهم يسال، او اللي عايز اي سؤال. نعم اسماعيل. نعم مش اسماعيل؟ اسماعيل انت اسماعيل؟ انا افتكرتك ليك سؤال. نعم يا الاسم والسن والعنوان. محمود ايوه قول له، قول له والله العظيم هسال بالحق. اخر حته احنا خدت، انت حضرت شابتر واحد واثنين؟ واحد شابتر واحد واثنين. سمعت السبورز معانا؟ امال حضرتهم ازاي؟ حضرتهم مع حد تاني؟ في حد جنبي بقى. انا قلتهم لناس وما رضيتش اقول لك يعني سبورز. طيب بص يا محمود، بعض البكتيريا عندها القدرة لو اتعرضت لظروف انفيفربل انها تتحوصل. تحوصل يعني ايه؟ يعني تلم الماتيريال المهمة، النيوكليويد والريبوزومز والحاجات المهمة، تحط حواليها طبقتين ريجن. الحوصلة دي اسمها سبور. افتكرت؟ يا راجل سبور يا راجل.
السبور دي احنا بنستخلصها ونعمل بيها التجربة دي، احطها في وسط الحاجة اللي تتعقم واجي في اخر التعقيم وازرعها. لو لقيتها مش قادرة تجرو يبقى ماتت، يبقى الاوتوكلاف شغال كويس. وليه شغال كويس؟ ان السبورز دي بتموت عند درجة 121 اذا تعرضت للدرجة دي لمدة 12 دقيقة. طب انا الاوتوكلاف بشغله 121 لمدة 20 دقيقة، يبقى اكيد يقدر يقتل السبورز دي. فلو اتقتلت السبورز يبقى الاوتوكلاف كويس، لكن لو قدرت تجرو بعد عملية الاوتوكلافنج يبقى الاوتوكلاف ما نجحش في قتلها، يبقى في مشكلة في الاوتوكلاف. يا ما بيوصلش الدرجة المطلوبة، يا ما بيوصلش البريشر المطلوب، يا انا بحسب التايم غلط. نعم. يس انا بحتاج لحظة فكرني بالاسم. رائد انا سألتك قبل كده، انا اسف. يا رائد. رائد بيقول لي يعني بعمل دي عشان اختبر الاوتوكلاف. مين يجاوب على رائد؟ انا بعمل كل دول عشان اختبر الاوتوكلاف مش دي بس. انا عندي بدائل يا رائد. انا العنوان بتاعي هاو تو مونيتور ذا اوتوكلاف. ازاي اختبر ان الاوتوكلاف شغال صح؟ يختبره بان انا اعمل ميكانيكال انديكيتور اشوف الحراره جوه كام والضغط كام والتايمنج قد ايه. يا كيميكال انديكيتور احط ماده كلرلس لونها يغير عن درجه حراره معينه، يا احط سبورز اس بايولوجيكال انديكيتور. الموضوع كله اختبار للافشنسي اوف ذا اوتوكلاف. مين عايز يسال؟ نعم محمد. طيب انا اي طريقه المفروض استخدمها؟ برافو عليك، ده سؤال منطقي بقى. يا ترى استخدم الثلاث طرق؟ الاجابه لا. اذا اشتريت الاوتوكلاف اهو، بص يا ولاد من فضلكم الاسئله دي على فكره تبقى مهمه وبتفكرك. يا سلام. محمد بيسال ننصح باستخدام ايه في دول؟ هل الثلاثه مع بعض؟ هل واحده تكفي؟ بالأمانة الشديدة الأوتوكلافس الجديدة دلوقتي اللي هي بيبقى فيها الكلام ده، هو أهي كل تشغيلة بتطلع لك الدنيا ماشية جوه الساك. لكن قدر في حاجة فيزيكالي باظت جوه والمكنة دي ما لقطتهاش، يبقى أنا كل فترة يعني أستخدم دي فريكوينتلي أرخص وأسهل. شريط ورق محطوط بدوس عليه يقول لي الدنيا ماشية جوه إيه. فدي ممكن أعملها في كل أوتوكلاف في كل مرة، لكن كل فترة أستخدم دي، كل اسبوع مره، كل شهر مره، لحسن الاوتوكلاف بتاعي يبوظ والدنيا تبوظ. تقول لي دي غاليه شويه، معلش الغالي ثمنه فيه صحه المريض عندي اهم. ما عقمش ادوات جراحيه تطلع مش معقمه والمريض يجيله انفكشن ولا ايه؟ ايه ولا اسم المريضه تولد بره المستشفى؟ حصل. ماشي اوكي يا ولاد. تحس من الخبر ان في كفر الدوار دي عاملين بارك كده بره المستشفى، الناس بيروحوا يولدوا في حاجه كده. المريضه راحت المستشفى قالوا لها لا اخرجي اتمشي شويه، خرجت ولدت بره. هي حقيقه بجد ولا فيك يعني بيبانوا عليهم؟ ايه؟ بيبان عليهم ولا كده حصل كده؟ وزير الصحه النهارده وقف المدير قال ان هم فعلا في خطا فني حصل. يلا يا ولاد. نعم يلا. الهيدروجين نرجع بقى للطرق المعتاده. يلا. الهيدروجين بيروكسيد جاز بلازما ستيرلايز. من فضلك يا ولاد انا عايز انجز النهارده حاجات كتير. انا هسيب الفكره بتاعته الاول واوريك الجهاز. ركز مع الجهاز مش مع المزه يعني. ده الجهاز. ماشي خلاص. يعني مالكش دعوه بالدكتوره. نرجع للكلام. سمعتوا كلمه جاز بلازما؟ حد سمع كلمه جاز بلازما؟ دي الحاله الرابعه من الماده من ابتدائي. واقول لك الماده ليها ثلاث احوال، يا سوليد يا ليكويد يا جاز، مش كده؟ الحاله الرابعه اسمها جاز بلازما. الجاز بلازما هو ان يكون في جاز يتعرض لراديشن ويحصل فيه ايونيزيشن، بارشل ايونيزيشن، فيبقى عباره عن جاز وفي بارتكلز. دي يسموها الحاله الرابعه من الماده، الفورس ستيت اوف ماتر. دي حقيقه. فادي المقصود بكلمه الجاز بلازما. اوكي؟ مش زي التكنولوجي بتاع البلازما بتاع التلفزيونات يعني الحاجه دي.
جهاز بلازما ستيرلايزر هو جهاز بيعتمد على ان الجهاز هحوله لسحابه من الغاز وفيها ايونز يبقى اسمها الحاله الرابعه من الماده. ادي المقصود بكلمه الجهاز بلازما. الافضل ان انا استخدم جهاز يكون بطبيعته ستيرلايزر او ديسانفكتد. ليه؟ عشان اللي هيتاين منه اهو بيعمل لي الاكشن، واللي ما هيتاين اهو بيعمل لي الديسانفكشن او الستيرلايزيشن. فعشان كده العنوان بتاعي ان انا هجيب الجهاز ده يكون هيدروجين بروكسايد. ولو رحت للجهاز تاني بسرعه هلاقي ان احنا في اسطوانه هيدروجين بروكسايد مضغوطه جاز ملحقه بالجهاز دوت. بنفتح الباب ونرص الحاجه اللي عايزين نعقمها ونقفل ونشغل. فلما نشغل يبدا الهيدروجين بروكسايد يندفع جوه التشيمبر ده، وبعدين نشغل يكون في مايكروويف او راديشن معينه تخبط الهيدروجين بروكسايد تعمل له ايونايزيشن. يبقى الجراوند بتاعتي كانها كلاود او سحابه من الهيدروجين بروكسايد وفيها ايونز. تقوم الهيدروجين بروكسايد نفسه له افكت، والايونز دي تتفاعل مع البروتينز بتاعت البكتيريا ان وجدت وتعمل لها انكتيفيشن. ادي الفكره، ما فيهاش هيت يبقى انا الحاجه مش هتبقى هارمد بالهيت، ما فيهاش ستيم تبقى الحاجه مش هتبوظ بالستيم، مش كده ولا ايه؟ نرجع تاني نشوف القصه من الاول. البلازما هتبقى بارشلي ايونايزد وهيبقى فيها الكترونز وهيبقى فيها اذر ايونز، والجاز بلازما هيبقى جنريتد في كلوز تشامبر اللي انتوا شفتوها دي، بان انا احط الهيدروجين بروكسايد واسلط عليه مايكروويف او راديشن بحيث ان يطلع تشارج بارتكلز او تشارج راديكلز من هذا الجاز. هذه الراديكلز هتانتر اكت مع الاسينشال كومبوننتس بتاعت البكتيريا سيل زي الانزيمز والبروتينز والنيوكليك اسيد، وتعمل لها انكتيفيشن. يوم الاورجانيزم يموت من غير ما اثر لا بالهيت ولا بالمويشر على الاوبجكت تو بي ستيرلايز. العيب الوحيد ان الجهاز غالي، والعيب الثاني ان الديوريشن بتاعت استخدامه طويله ريلاتيفلي 50 دقيقه السايكل الواحده على الاقل. دول عيبين لهذا الجهاز. استخدامه بقى مكره احق لبطل، مضطر استخدمه امتى؟ لما يكون عندي اوبجكتس عايز اعقمها وممكن يحصل لها دامج بالهيت العاليه او بالهيوميديتي بالمويستشر. يعني مثلا بستخدمها في تعقيم الاجهزه الطبيه عشان ما ينفعش جهاز طبي اعراضه الحراره عاليه، لو في رابر او بلاستيكات او كده ممكن تبوظ، او المويستشر نفسه ممكن يخش يبوظ الجهاز نفسه. ادي الجهاز بلازما ستيرلايزر. مش مهم بقى اسم، برضه بعمل له مونيتور واشوفه شغال كويس ولا لا، بان انا احط نفس نوع البكتيريا الانديكيتور اللي هو البيولوجيكال انديكيتور. يا يمين اللي سال رائد اهو الباسيلس ستيروس الموفيلس بشوفها برضو، رغم ان مفيش حراره بس بشوف الاورجانيزم او السبورز بتاعته بيموتوا في وسط الحاجه اللي بتموت ولا. لو رحنا لطريقه اخرى، ايثيلين اوكسايد نفس الغرفه تقريبا، بس بدل ما ادفع هيدروجين بروكسايد بدفع جهاز اسمه ايثيلين اوكسايد. عيوبه ثلاث حاجات، الاكسبوجر تايم طويل قوي، ياخد من 3 ل 6 ساعات عشان اعقم الحاجه، غالي، وطالما جهاز يبقى له توكسيك افكت، ماده كيميكال بقى، دخلنا كده في التوكسيستي، يبقى له توكسيك افكت لو بقى فيه ريزيديوال اماونت اوف ذا جاز في وسط الفابريكس اللي انت بتعقمه. اوكي ولا نعم؟ اسال اسال يقدم نفسه، عايز اعرفكم كلكم. مصطفى اتفضل يا مصطفى. صح معاك حق، ما ده برضه من العيوب انه ممكن يكون له توكسيك سايد افكتس. نعم ما بننكرش احنا، بس ما ناقشناش العيوب كلها معاك. اوكي يا ولاد، برضه بنحط بكتيريا عشان نعمل مونيتور. بصوا اسامي البكتيريا صعب عليكم دلوقتي، بلاش تحفظوا، اوعدك ما نجيبلكش سؤال باسامي بكتيريا دلوقتي طول ما انت ما خدتش اسامي البكتيريا. نوع برضه من الباسيلس اسمه باسيلس اتروفيس، مش مهم دلوقتي تعرف البيولوجيكال انديكيتور الا في الاوتوكلاف بس، كفايه عليك الاوتوكلاف بس. في اسيد اسمه بير اسيتيك اسيد، ده ستيرلايزر هايل. علل علل اهو، ده اهم حاجه في السؤال ده، علل، لانه بيعمل ثلاث حاجات، بيعمل ديناتيوريشن للبروتينز بتاعت الاورجانيزم، وبيديسربت السيل وول، وبيعمل اوكسيديشن للميكروبيال انزيمز والبروتينز. تاني هيأكسدايز الانزيمز الموجوده جوه، يبقى بوظ الانزيمز بتاعت البكتيريا.
ويديسربت السيلولي بكسر البكتيريا ويديناتوريت او يعمل ديناتوريشن للبروتينز بتاعت البروتينز. من هنا يعتبر ستيرلانت هايل اهو. بيستخدم بقى برضو هو والإثيلين أوكسايد والجاز بلاسما تقريبا نفس الاستخدام، يستخدموا لتعقيم الحاجة أو الأجهزة اللي ممكن تبقى هارمت بالهيت، يعني مثلا دينتال انسترومنتس، الاندوسكوبس ممكن أعقمها بالبير أسيتكس. أو ده برضو نفس الغرفة اللي بحط الحاجة وأفتح السلندر بتاع الإثيلين أوكسايد. نروح للدراي هيت كميثود للاستيرلايزيشن. والدراي هيت قلت لكم ايه لما سالته؟ فكروني بالاسم. انتوا دواء؟ احنا برضه مين ومين؟ مارينا وموني. طب انتوا الاثنين اشتركوا في كل واحده تجاوب النص بقى. الدراي هيت تبقى ايه او ايه؟ احنا لسه قايلين. نعم. انا قلت كلمتين كل واحده فيكم، يا اللهب المباشر يا الهواء السخن. طب تعالى نشوف كده اللهب المباشر. الانسينريشن المحرقه، يعني بعد ما اعمل مثلا التجربه بتاعتي ولا العمليه بتاعتي اروح حاطط الجهاز اللي مثلا ب 100,000 جنيه ولا 200,000 جنيه اروح حاطه في المحرقه وحرقه عشان يبقى اتعقد. ماشي كده احمد؟ صح محمد. ماشي محمد موافقني على طول. خالص جهاز شريف الشيء الفلاني، ما دام عملت التجربه بتاعتك حطه في المحرقه يبقى كده عقمته. صح مش كده؟ احنا بنشتري جهاز، احنا ايه الفلوس يعني كمان الفلوس. طبعا مقصود بالانسينريشن حرق الحاجه اللي ناوي تخلص منها مش اللي ناوي عيد استعمالها. سيادتك دلوقتي لما نخلص وانت داخل تاني على الكليه الباب اللي قدامنا على طول هتلاقي على شمالك المحرقه بتاع الديسبوزا بتاع المستشفى، اكياس كده تلاقيها متربطه. ده ايه بقى الاكياس دي؟ الويست كله بتاع المستشفى عشان اتخلص منه، لانه في بقى شاش وقطن وسامبلز فيها بكتيريا وحاجات فيها مشاكل نجمعها كلها ونروح ندخلها تتحرق. ده اسمه الانسينريشن. يبقى الانسينريشن هو الطريقه اللي بستخدمها عشان اقتل الديد انيمال بوديز لو بتعمل تجارب على حيوانات. انفكشوس هوسبيتال ويست كل ده بيتجمع، السيرجيكال دريسنجز الغيارات بتاعه المرضى اللي كان فيها انفكشنز كل ده يتجمع الويست بتاع المستشفى ونعمل له انسينريشن. الريد هيت هو اللهب المباشر، اولع الموقد البنزين فليم. عارفين الابره بتاعت الزرع بتاعتنا ما شفتوهاش؟ عندنا دايما في المعمل ابره زرع عباره عن ميتاليك هاندل واخرها سلكه والسلكه متنيه كده، دي اسمها ابره الزرع. دي امسك انا من الدراع ده واحطها على اللهب الاول، تقوم السلكه تحمر تسخن لدرجه الاحمرار، اسيبها ماسكها في الهواء كده تقوم تبرد، اروح حاططها في السامبل اخد جزء من السامبل لوفول، يعني اللوب ده يتملي مثلا لو يورين ولا حاجه نقطه يورين، واروح زارعها على الكالتشر ميديا بتاعتي واروح حرقها تاني على اللهب واسيبها على البنش. بحرقها قبل الاستعمال عشان ما تكونش كونتامينيتد، تقوم تضيف لي بكتيريا اورجانيزم على السامبل بتاعت المريض، واحرقها بعد الاستعمال عشان لو السامبل بتاعت المريض فيها بكتيريا ما انشرش انا الكونتامينيشن في المعمل. مش كده ولا ايه؟ واحدة يقول لي ليه شكلها كده؟ عشان لما اخد حاجة اسمها لوب فول، اللوب يبقى مليان. وسبب تاني عشان لو في شغلة دينا بنشتغل، ما فيش شغل نعملها زي الصوب اب بنلعب فيها. كيف صابون ايه ونلعب. تمام؟ يبقى ده اسمه البكتيريولوجيكال لوب. هتشوفها في العمل؟ نمسكه من الهند. هتشوفها في العمل؟ ايه؟ اه طبعا هتشوف اللوب ده في العمل، ده هو ده حاجة ده ابسط ادواتنا يعني. انتوا جامدين قوي. ماشي يا ولاد؟ يبقى اللهب المباشر بعقم بيه ابره الزرع بتاعتي، اهم حاجه البكتيريولوجيكال لوب. اقول لكم على تصرف تاني للهب المباشر. انت في سيادتك دلوقتي بقيت في ثالثه ان شاء الله، يعني بقيت خلاص قربت تبقى دكتور، فاكرانك عارفين انك انت الدكتور، فلقيت حد خبط ايه؟ اه الحقنا يا دكتور. ايه؟ الولد دخلت في رجله حاجه ازازه الشوكه بتاعه، ما عندكش ادوات معقمه تعمل ايه؟ اه تسخن حرف الحاجه اللي هتستعملها، تسخن حرف ايوه تحرقه، تسخن حرف الفورسبس. ها انت احيانا لو دخلت في ايدك شوكه ولا حاجه بتسخن ابره وتقعد تلعب. اه التسخين ده مقصود بيه ان انا بعقم الحاجه لاني ايمرجنسي ما عنديش وسيله للتعقيم. يبقى ده اسمه الدايركت فليم او ريد هيت.
معايا انتوا الاسامي عايز تعرف. فادي مينا اهلا بيكم. بص يا فادي بص يا مينا ده بقى السؤال اللي جاي ده مهم جدا الهوت اير اوفن ركز عشان في سؤال كومباريزون غايه في الاهميه والصعوبه ومش هعمله لك هسيبك تعمله هوم ورك ونبقى نصححه بعد كده. حاجه اسمها الهوت اير اوفن اوريك شكله الاول اهو نروح للصوره الاول فين الصوره بعد اهي معظمك تقول اه ده زي عندنا في الفرن صح في المطبخ يس زي لا مش مايكرويف ده فرن حراري اهو عباره عن جهاز له باب بتشد الهاندل دي تفتح الباب حتى جوه رف معدني مخرج هترص الحاجه عليه ستات البيوت بيحطوا بقى الصينيه اللي هيطبخوها جواها في ناس بيستخدموه بدل الفرن بتاع البوتاجاز هتقفل وعندك مفاتيح للادجستمنت اهي هتظبط انت عايز درجه كام حراره لمده وقت قد ايه وتشغل تدوس على المفتاح اون واوف وانت طبعا موصل الفيشه الهواء هيسخن الكتريكالي جوه الهواء السخن هنا بستخدمه بطريقه من ثلاثه اهو نرجع تاني لظروف التشغيل يا اما عند 170 درجه لو ظبطت الثرموستات بتاعك عند 170 يبقى لمده ساعه عند 160 ساعتين عند 150 ساعتين ونص الضغط جوه هذا الجهاز كام اتموسفير ده اوبن اير يبقى 1 اتموسفير مفيش بريشر خد بالك من كل الفروق اللي بينه وبين الاوتوكلاف هو ده السؤال القوي اللي بيجي في الامتحان قارن بين الاوتوكلاف وبين الهوت اير ستيرلايزر اللي هو الهيت اور الهوت اير اوفن ده قارن بينهم ها من حيث المقارنه تبدا بايه يا محمد لا ابدا بنوع الهيت الاوتوكلاف ده نوع تطبيق للمويست هيت اما الهوت اير اوفن ده تطبيق للدراي هيت في الاوتوكلاف بستخدم درجه حراره كام وبريشر كام والوقت كام بينما هنا ايه الاحتمالات استخدم اني درجات واني تايمينج واني بريشر واضح كويس ثواني بس في الاوتوكلاف كانت الميكانيزم اوف كيلينج ايه دي ناتوريشن او كواجوليشن اوف ذا هيت اوف ذا بروتين بتاعت الاورجانيزم صح لكن هنا الميكانيزم اوف كيلينج اوكسيديشن حد لمحها اقراها ايه الفرق عايز حد يفكر ايه الفرق ايه الفرق بين اوكسيديشن نعم ايوه عمر برافو عليك هما بس ما فهموش انت قلت ايه طيب اتكلم انا وانت علماء بقى بيتكلموا بقى اديني مثال في الحياه العمليه يقرب لبقيه الرعايه دولت الفكره الفرق بين الكواجوليشن والاوكسيديشن يا سلام عليك سي يا حبيبي عالم مش هقول لكم لو جبت بيضه وحطيتها في ميه وسلقتها ده كواجوليشن دي ناتوريشن لو جبت البيضه النيه وما حطيتهاش في ميه او لو نسيت الميه ورحت نمت ولا حاجه وصحيت لقيت كارثه حصلت ايه لقيت البيضه سودت فحمت ده اوكسيديشن لو انا جبت بيضه روح البيت اعمل التجربه دي النهارده بس برضو من وراها انا بورطها هتجيب بيضه تحطها في ميه وتحطها على النار وبيضه تحطها على العين بتاعه النار مباشره من غير ميه وتجري بقى عشان خاطر ايه لو شافوا اللي انت بتعمله ده مش هيجيبوا مش هيعجبوا البيضه اللي في ميه هتتسلق البيضه المسلوقه اللي احنا عارفينها البيضه اللي على النار مباشره هتسود ده اسمه اوكسيديشن يبقى الدراي هيت على فكره هو ده المثال اللي في الميه ده مويست هيت واللي على النار المباشره ده دراي هيت يبقى المويست هيت بيعمل كواجوليشن بينما الدراي هيت بيعمل ديناتوريشن او بيعمل اوكسيديشن الفروق دي مهمه ايوه يا روبرت نقط الكومبارجن نوع الهيت تايب اوف هيت دراي ومويست ظروف التشغيل حراره وتايم وبريشر قد ايه هنا وهنا الميكانيزم اوف اكشن ما انا ماشي خطوه خطوه هنا اوكسيديشن هنا ديناتوريشن ولسه ادينا مكملين اهو يبقى الهوت اير اوفن ده بستخدم دراي هوت اير بيكيل باي اوكسيديشن ادي ظروف التشغيل 170 ساعه 160 ساعتين 150 ساعتين ونص بنمونيتور باسم اورجانيزم مختلف اللي هيقدر يحفظه يبقى ده فرق لو تفتكروا هناك في الاوتوكلاف كنت بستخدم اورجانيزم اسمه
ستيرو ثيرموفيس. هنا اورجانيزم اسمه باسيلس اتروفيس، ولو الفرق ده صعب عليك مش هلزمك باسامي بكتيريا دلوقتي. الاستخدامات، الاوتوكلاف على فكره انا لسه راسم الاوتوكلاف، بعقم في الاوتوكلاف ايه؟ الكالتشر ميديا بتاعتنا بتاعت المعامل كلها بتتعقم في الاوتوكلاف، لكن الهوت اير بعقم فيه السيرجيكال انستنس. بص كده مهم قوي، شارب انستنس. اسالك سؤال من دلوقتي، ليه الشارب انستنس بتاعت الجراحه اخاف اعقمها في الاوتوكلاف وافضل اعقمها في الدراي هيد؟ ها ايه اللي هيحصل بعد الانستنس؟ الشارب انستنس هتبوظ ليه؟ بالبلدي يعني هتصدي. انت الحاجه هتتبل وتسيبها تنشف تصدي المعادن تصدي، فما تعقمش ادوات جراحيه في الاوتوكلاف. يا اما يبقى عندك سايكل تجفيف سريعه بعد التعقيم في الاوتوكلاف، اما البديل ان الادوات الجراحيه اهي الشارب انستنس اللي خايف عليها انها تصدي يحصل لها كوروجن اعقمها هنا تعقيم على الناشف يعني على الدراي هيت. طبعا كل الزجاجيات والماتيريالز اللي بنستخدمها في المعمل. سؤال، عندك بودره تلج، بودره التلج تلج باودر عارفينها؟ تلج باودر يا شباب اللي بنحطها على البيبي بيبي جونسون والحاجات دي عشان اللي عنده تسلخات والكلام من بودره التلج دي، معقمه ولا مش معقمه؟ ليه ليه اكيد؟ اذا كنت بحطها، لا عشان بسالك، اذا كنت بحطها على على تسلخات بيبي ينفع تبقى مش معقمه عشان قادر بدل ما هي تسلخات تبقى انفكشن؟ مش كده؟ يبقى لازم بودره التلج اللي بحطها على جلد البيبي دي تبقى معقمه. لو عقمتها في الاوتوكلاف هتبقى اسمها عجينه التلج مش بودره التلج، لان المويستشر هياخد البودره ويخليها عجينه كده. ليه؟ يبقى لازم اعقمها في الدراي هيت. شغل دماغك عشان تعرف دائما الانسب كطريقه للتعقيم. ما هي مميزات الهوت اير اوفن؟ اولا برضو نون توكسيك، ما بستخدمش مواد كيميكال. مصطفى فين؟ مصطفى اللي سأل على الهيدروجين بروكسايد اهو. ابعد عن الكيميكال تبقى شغال في الاريا بتاعت النون توكسيك اهو. نون توكسيك ريلاتيفلي انكسبنسيف، لان دائما الجهاز بتشتريه مره في العمر وتقعد كل بس فتره لما تعقم هتستخدم كام كيلو كهرباء يعني كل حكايه. ها يمكن بعد الكهرباء ما غيرت يغيروا رايهم ويقولوا ريلاتيفلي اكسبنسيف. ها نون كوروسيف يعني مش بيعمل تآكل في المواد الانسترومنتس وخصوصا الشارب منها ادوات الجراحه. امال ايه الديس ادفانتج بتاعته؟ يا ربع الادفانتج والديس ادفانتج نحطها برضه في موضع مقارنه بينه وبين الاوتوكلاف. الديس ادفانتج الحراره اعلى وده ممكن يهارم الاوبجكتس، الديوريشن اطول وده يعطلني من ناحيه ويبوظ الادوات اللي تتعقم برضه من ناحيه ثانيه، والهواء الجاف ملوش بنتريشن باور. في الوقت اللي الستيم اندر بريشر لو بنتريشن باور. اللي عايز يسال او اللي فاته حاجه او اللي عايز نعيد او اللي انشغل زي عمرو كده بالحديث والحوار، حد عنده سؤال؟ طيب ادي الجهاز. دكتور نعم. مين حد عنده سؤال جوه؟ جوه انا صباح. ده زياد، ده زياد، ده زياد دايما يحب يقعد هناك كده. ايوه زياد ده بقى مكانك المفضل رغم ان انت فضلتك في الدنيا مفيش فايده. اوكي اتفضل. لا هو مش عشان الهاي بريشر، الاوتوكلاب المويستشر اللي فيه هو اللي يصدي الادوات الجراحيه. خليها تصدي. نعم. ها يا شباب اللي عنده سؤال. اكمل كده. خلصنا الهيت بنوعيه دراي ومويست، وخلصنا الحاجات اللي مش محتاجه هيت اللي هو الجاز بلازما ستيرلايزر والجليسرين اوكسايد والبير اسيتيك اسيد. فاضل تحت عنوان اذرز. اذرز دي كان محطوط تسع حاجات. يا ترى هناخد التسع حاجات؟ لا هناخد تلات اربع حاجات منهم بس اهو. اليك اللي احنا عايزينه. ايونايزنج راديشن يعني جاما ريز، يعني ليها هاي بنتريشن باور، عشان كده تستخدم في تعقيم ايه؟ الحقن البلاستيك الديسبوزابل اللي سعادتك بنحقنها تاخد بيها الحقنه وتترمي بتتعقم بايه؟ انت فكرت كده هي ملفوفه جوه البلاستيك اللي هي فيه دواء اتعقمت ازاي؟
ما ينفعش هيت البلاستيك يسيح، صح؟ يبقى الهيت بنوعيه مش مناسب. وما ينفعش الجاز بلازما ستيرلايزر غالي، والاسيتيك اسيد ما ينفعش انقع في ماده كيميكال، لما تطلعها هتبقى عايز تغسلها، مش كده؟ يبقى انسب طرق التعقيم على الاطلاق للحقن البلاستيك او اي مواد بلاستيك بعد ما تعمل لها اوريدي باكينج وتغلفها انك تسلط عليها ايونايزنج راديشن. اهي بص كده الاستخدامات، اولا جايه لي من مش مهم مصدرها، الجاما ريز او البيتا ريز دي هما الايونايزنج، ليها هاي بنتريشن باور، بنعقم بيها البري باك دي يعني الحاجه اللي اوريدي اتكيست خلاص او اتعلبت، وخصوصا لو كانت هيت سنسيف زي الديسبوزابل بلاستيك سيرنج وبعض الرابر الجلافز مثلا الجوانتي المطاط ده اللي بنلبسه او البلاستيك بتاع الجراحه او بتاع البلاستيك سيرنج زي ما قلنا. دلوقتي عملوا بنك اسمه بنك العظم، لو فكرت ازاي تعقم عظم عشان تنقله واحد في حادث مثلا ملوش اهل او هو تبرع باعضائه بجسمه ممكن يبقى في بنك للعظم عشان نقل عظم من شخص لشخص. طب العظم ده عشان تنقله لازم يبقى معقم، ما ينفعش هيت، ما ينفعش ماده كيميكال، فبص تلاقي برضه الايونايزنج راديشن هي الافضل في هذه الحاله. مش مهم اسم الاورجانيزم اللي بنعمل دي مونيتور، اتفقت معاكم اسامي البكتيريا مش مهمه دلوقتي. المايكروويف اللي في المطبخ بقى، الدكتوره اسم لا مريم عادل اسراء جابت ست المايكروويف عشان معظمنا عنده في المطابخ المايكروويف. نعم المايكروويف بتحط انت اول ما بتروح البيت بتروح عامل ايه مثلا لو مستعجل او جعان ومش لسه مستني، بتطلع اي حاجه من الثلاجه تحطها في المايكروويف وتشغله يسخن لك الحاجه، صح؟ ففعلا هم بيستخدموا المايكروويف كنوع من الديس انفكشن لبعض المواد. احفظ مثال من كل دولت بس، دينتال انسترومنتس، كونتاكت لينسز، بعض اليورينري كاسترز، الكلام يا شباب المايكروويف مكتوب لك عنده انه نون فاليديتد، صح؟ نون فاليديتد مكتوبه علم. وانا سوري انا مش هسالك في الامتحان علم، انا بس عشان افهمك ليه المايكروويف طريقه غير معتمده في التعقيم، هما لسه بيحاولوا يظبطوها ويعالجوا عيب خطير فيها عشان تعتمد. ها ما ينفعش تحط حاجه بكتش؟ لا مفيش ايه؟ ايوه برافو عليك. لو حطيت انا عشان كده حكيت لك انك روحت من الكليه طلعت حاجه من الثلاجه حطيتها في المايكروويف وانت بتسخنها، تيجي تطلع الحاجه لو حاجه بتاكلها بمعلقه تلاقي معلقه بارده ومعلقه سخنه، معلقه دافيه ومعلقه سخنه قوي تلسعك ومعلقه ما تسخنتش، ايه بقى؟ uneven distribution للايفكت بتاعه، فدي مشكله. حتى عشان كده بيبقى محطوط على روتيتور والطبق الدوار اللي بيلف ده، وبرغم من كده تقطع الحاجه تضطر تحط تاني وتشغل وقت اطول وكده، فلو شغلت وقت اطول والحاجه سخنت قوي ممكن تبقى هرمت، طب ما كنت سخنت من الاول، فله مشاكل لسه ما اتظبطش. نعم لا علي صوت ما انا مش هعقم بالمايكروويف المعادة. اليورينري كاستر زي مطاط، الدينشرز بتاعت الاسنان وحاجات الاسنان مش معدن، دي خامات كده اقرب للعاج والمطاط، مش معدن حديد، لا ما يتحطش معاك في المايكروويف. المهم يا اولاد الاوزون، بعض الدول المتقدمه بداوا يستخدموا الاوزون في تعقيم الميه، بطلوا يستخدموا الكلور لان الكلور طبعا له توكسيك افكتس. احنا بنستخدم الكلور، ولو تسالني نستخدم الاوزون ولا الكلور، معلش قدامنا وقت على ما نروح للاوزون. الكلور عندي الافكت بتاعه عالي قوي خصوصا ان انا لا امن، فيعني احنا برضو بنستخدم حاجه اقوى وبيحاولوا بعد كده يشيلوا الافكت بتاع الكلور بقدر الامكان بحيث ان بضمن سلامه الميه. لكن في الدول اللي يقدروا يعقموا بالاوزون، الاوزون ده عباره عن O3 يعني اوكسجين مولكيول ومعاه اوكسجين اتوم، وايزلي ديسوسييتد بحيث انه بيبقى اوكسيدنت قوي جدا،
فلما يسلطوه على الميه بيحصل ديسوسيشن والاكسجين اتوم بتعمل اوكسيديشن للاورجانيزم اللي وجد. فبعرض لا الماتيريال بتاعتهم بتستحمل الاشعاع اللي هو عشان ايوه يا احمد انا في المحاضره دلوقتي لما اوصل اسمع كده دي احدى برضو مشاكل المايكروويف. انا لو عملت ديستريبيوشن للويفز اللي طالعه كويس مش هوصلها للهيت، يعني مش بيعتمد في المايكروويف على الهيت، بيعتمد على الراديشن اللي طالع منه. لو عارف يعمل ايفن ديستريبيوشن بشكل ما اضطرش اسخن وقت اطول او ما اضطرش اكسبوز وقت اطول عشان حاجه ما تسخنش، مهمه عشان كده مش بنديت. الاوزون يا اولاد بيعقموا بيه، بيعملوا بيه ووتر ديسانفكشن في drinking water disinfection في بعض الدول. الإفكت العالي بتاعه ان الاكسجين الاسري بتحول لO2 زائد O، والO دي ليها oxidizing effect تعتبر very powerful oxidant سهلة. الformaldehyde steam، الفورمالين لما يتضغط في اسطوانات ينفع استخدمه في نفس الجهاز اللي كانت واقفة جنبه الممرضة ياها دي، بدل الإيثيلين أوكسايد أدفع فورمالدهايد. ودي على فكره مهم جدا وبيستخدم عندنا في مستشفيات الاطفال، لان ممكن اعقم بيه الانكيوبيتورز بتاعت حديث الولاده. تخيل طفل حديث الولاده حطيته في انكيوبيتور، بعد ما خلاص خلص وخرج الانكيوبيتور ده هدخل فيه طفل تاني، فان بتوين الاستخدام المفروض يتعقم، فبيتعقم بان انا احطه في نفس الكلوزد تشامبر ديت واعرضه لفورمالدهايد للتعقيم. طبعا الشيء العيوب الخطيره ان الفورمالدهايد ده ميوتاجينيك، ممكن يعمل ميوتيشن كارسينوجينيك، ممكن يعمل تيومرز. ف لما بقول كده واسكت حد بيفهم غلط يقول لي طب، يقول لي طب، طب ازاي بقى اجازف وعرض النيولي بورن للفورمالدهايد؟ انا السؤال ده سالته كتير، يعني واضح ان ما فهمناش بعض. يعني انا بحط الانكيوبيتور نفسه وهو فاضي، يعني طفل اتحط في الانكيوبيتور وخلاص الحمد لله اهله استلموه والطفل روح، قبل ما احط الطفل الجديد احط الانكيوبيتور فاضي كده في الجهاز ده يتعقم وبعدين اخرجه وهويه كمان عشان ما يكونش فيه لسه افكت اوف فورمالدهايد، وبعدين احط فيه نيولي بورن الجديد. لكن مش هروح حاطط فيه نيولي بورن واحطه جوه الجهاز واشغل فورمالدهايد، ما ينفعش لانه ميوتاجينيك وبيعمل تيومر. اهويه طبعا في اوضه كويسه استراحه. حاضر. وفي حاجه تاني، والشخص اللي بيشتغل الجهاز ما يتعرضش للافكت بتاع الفورمالدهايد او الايثيلين اوكسيد جاز، يعني بنشغل ونمشي ما نفضلش واقفين قدامه، لانه كده بقول لكم برده الكيميكال افكت بتاعته سيئه للغايه. ايوه يا دكتور صوت بس صوت. كويس، سؤال كويس. بيعتمد على مين الاكثر استخداما، يعني ممكن احطه مع اللو تمبرتشر عادي، بس اللو تمبرتشر المشاهير هم الثلاثه اللي قلناهم. الاذر لو عايز ترجع تصنفهم ما عندناش مشكله، يعني التصنيف اللي عندنا في الكتاب ده تصنيف بتاعنا احنا، لكن ممكن تلاقي او يعني في بعض المراجع ممكن تلاقي مراجع اخرى مصنفه بطريقه ثانيه. اخر حاجه بقى في الاستريلايزيشن هي الفلتريشن. طبعا كلكم عارفين يعني ايه بكتيريال فلتر. انتوا في الكيمياء اشتغلتوا بفلتر اللي هو كنتوا بترشحوا فيه يقوم يحجز البريسيبيتات ويعدي الفلويد، صح؟ نفس الفكره. لو انا عندي بكتيريا عامله كونتامينيشن للفلويد، طب ما انا ممكن استخدم فلتر يحجز البكتيريا ويعدي الفلويد، يبقى الفلويد كده اصبح استراي. اذا البكتيريا الفلترز الفكره بتاعتها انها ممبرين معمول من خامه معينه، يعني مثلا النيتروس اسيتيت والحاجات دي، بيبقى ليها بور سايز معين بحيث انها تقلو الفلويد انها تبص
وتمنع البكتيريا منها تعدي. حد فيكم فكر لو انا عندي هرمون او فيتامين او انزيم او محلول فيه انتي بودي جاما جلوبلين اعقمه ازاي؟ ولا طريقه من اللي فاتت دي تنفع. مرورا بيهم الهيت ما ينفعش، انت بتتكلم على بروتين تحصله ديناتوريشن وكواجوليشن، ما ينفعش تحط ماده كيميكال، وما ينفعش تخبط بحاجه ايونايزنج. يبقى عشان احافظ على البروتين بتاعي فعال وافكتيف وما يحصلوش دامج وما يحصلوش ديناتوريشن، لازم اعديه بس من المسام، يقوم البروتين والسولوشن يعديه، ولا ولو في ميكروب يتحجز. يبقى الفلتريشن تستخدم لتعقيم الفلويدز والجاز كمان والهواء ممكن، نعم، وخصوصا لما تكون الفلويد ثيرموليبايل يعني سنسيف للهيت، زي الفلويدز اللي بتحتوي على انتيبيوتكس وهرمونز وانزيمز وفيتامينز وخلافه، او الهواء خصوصا في الاماكن اللي انا محتاج ان الهواء فيها يبقى معقم، زي هواء اوضه العمليات او هواء مصانع الادويه. نشوف دلوقتي اهو الفلويد فلتريشن، بنعدي الفلويد من بكتيريا الفلترز يكون المسام بتاعتها ضيقه لدرجه تصل لهذا الحجم 0.22، ده حجم اصغر فيروس. يبقى انا دايما هشوف اصغر مايكرو اورجانيزم حجمه قد ايه واعمل البور سايز بتاعتي، بحيث ان لما اعدي فلويد يحجز البكتيريا والفيروس. يعني دكتور انا اللي بخرم الفلتريشن بيبر؟ انا اللي بعمل؟ انا اللي بخرم الفلتر. انا بخرمه على ايدي؟ ده ممكن مش يعدي بكتيريا، ده يعدي فار. ده لو انا يعني كل البكتيريا ايه فيكر؟ بنجيب اولاد السيلولوز اسيتيت والنيتروز اسيتيت ونضغطهم في المصانع بحيث انهم يعملوا الممبرين اللي تصنيع الورق، يعني بيتصنع الورق، بس بحيث ان الضغط اللي اكسيرتد على الممبرين يكون ضغط معين يخلي المسام ليها حجم معين. افرض البكتيريا اكبر من حجم، انا عارف ما انا عارف ليه، ما انا عارف البكتيريا وهنصنع في المصانع نطلب المواصفات، اعمل لي ممبرين البور سايز بتاعه كذا، مش بقى بخرمه بايدي، بطلب المواصفات في المصنع وهم يضغطوا بالطريقه اللي تخلي البور سايز بتاعته ليها مسام واحد. عمر ليك سؤال؟ اسمع بس السؤال. برافو عليك، ممكن صح، ممكن. عشان كده لو في ماكرو موليكيولز ممكن يبقى عندك لوس، وده عيوب الفلتر. لو في عندي حاجه ليها ماكرو مولكيولز ممكن لو ما عدتش كلها او ما عداش اجزاء منها ممكن يبقى حصل لص، ممكن يساعد ان انا اعمل نيجاتيف بريشر من الناحيه الثانيه او اسحب بعض الماكرو مولكيولز. قلت لي معلش اسمه اسراء. اسراء كانت بتسال حته التخرمه دي، معلش جاست شوك، يعني هي تقصد يعني احنا اللي بنتحكم فيها؟ نعم، الورق المضغوط السيلولوز اسيتيت او النيتروز اسيتيت بيضغطوا في مصانع بطريقه معينه بحيث ان بوصل للبور سايز المطلوب. في هتشوفوا رقمين دايما في البور سايز، هتشوفوا 0.45، يعني اللي مش عايز يحفظ مش مشكله، و 0.22. ال 0.45 ده بستخدمه امنا لما اكون متاكد ان مفيش فيروس في السولوشن، ده يحجز البكتيريا، وعشان كده برضه ممكن دي تعالج يا عمر حته الماكرو مولكيولز لو انا مطمن ان ما عنديش فيروسات، لكن لو في فيروس لازم استخدم السايز ده. نعم. هو ينفع استخدم السايز ده دايما يعني على طول يعني بدل ما استخدم دايما 0.5 بحيث ان انا اضمن اي يس؟ ما عشان كده كاتبينه لوحده يس. نعم. والهواء يا اولاد، الهواء ممكن استخدم له فلتر. بصوا بقى اوضه العمليات، واحد دلوقتي يجي يسالني اوضه العمليات دي، يعني لو انا قررت ان النهارده الاوضه اللي احنا فيها دي تبقى اوضه عمليات، ازاي نحولها في يوم وليله لاوضه عمليات؟ يعني تبقى كل حاجه فيها معقمه. هو انا اول حاجه خرجت انت طبعا. واضح. ها نعمل ايه في اوضه العمليات عشان تبقى معقمه؟ انا عندي الارضيات والحيطان والهواء صح؟ الارضيات تتغسل بهاي ديسانفكتنت زي الفورمالدهايد او الفورمالين. وبعدين؟ برضه نعمل فيوماجيشن بالفورمالدهايد او الفورمالين في الهواء وبعدين نسيبها تتبخر. ونعمل حسابنا بقى نكون مركبين لمض يو في، ونكون على المداخل بتاعت التهويه حطينا بكتيريا الفلتر. لما نخرج بقى نقوم نعمل الاتي، نشغل لمض اليو في. اوعى تشغل لمض اليو في وانت قاعد جوه، دي كارسينوجينك، تعرض نفسك اليو في يجي لك تيومرز ويجي لك دامج في الميوكس ممبرين وحاجات غريبه.
فنسلط يو في في الاوضه، يعني لو قلت العمليات فيها لمبه يو في شغلوها وهم شغالين الصبح ولا في نهايه اليوم وانا مروح الاوضه اتنضفت وخلاص خلصنا والعمليات واحنا خارجين اخر واحد وهو خارج يولع، حتى اللمبه ممكن مفتاح بتاع اليو في يبقى موجود بره، نخرج ونقفل الاوضه ونولع لمبه اليو في تقوم تعقم لي الاوضه على ماجي الصبح. المدخل بتاع طبعا اوضه العمليات يا اولاد ما ينفعش يبقى فيها شبابيك كده، يعني ما ينفعش الدكتور على ما يجهزوا له يقف مثلا يفتح الشباك ويشرب سيجاره ولا يبص على العربيه اللي راكنه تحت ولا حاجات من دي. لا بالنسبه للقصر العيني الباب يبقى مفتوح ولا لا؟ باب ايه؟ لا 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 حرام، ما تسلمش القصر العيني. لا الجراحه، لا ولا الجراحه، لا 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 ده في خط احمر، الخط الاحمر اللي في الارض ده هو ده اللي ممنوع انك تعديه. لكن ايوه باب اوضه العمليات البراني مفتوح طبعا، وهنخش ندخل عن بترولي اه ماشي، وهنوصل لاريا معينه ما حدش هيعدي المنطقه دي لا بجزمته ولا بهدومه ولا بعجله ولا كده. بتطلع ايام مفتوح الناس قاعده حواليه وبيخشوا هو اوضه العمليات؟ الدكتور كان بيشرب سيجاره جوه. ايوه ايوه مفيش. يكسوف يا ولاد بنعلمكم حاجات غلط. لو كان ده حصل احنا بنعتذر. انا اقول لك على المفروض والله على ايامنا كانت اوضه العمليات واوضه الجراحه. ده انا ابني مدرس جراحه اطفال وعديت عليه في مره من المرات طبعا عند خط احمر معين ما قدرتش اعدي وناداه له وهو بص لي واتكلمنا عن موضوع ده، يعني في جراحه الاطفال طبعا الكلام ده متبع وانا اقدر واكد لك هذا. اما بقى اذا كان في اي اختراق للسيستم فده يعني حاجه مش مفروض تحصل. دكتور انا عندي سؤال. نعم. هو مش مفترض ان هو اصلا مجرد ان اي حد خرج حتى لو لبس يا جماعه يا جماعه اوضه العمليات نفسها جوه انا بخشها ثرو اوضه التعقيم. يعني الاول اوضه بتقابلني في المدخل مش اوضه العمليات. انا بخش الاول بهدومي بعبني بعينتي كده زي ما انا على اوضه التعقيم الاول. اقلع والبس واتعقم وبعدين اخش من باب تاني على اوضه العمليات. اذا كنتوا انتوا اللي بتحكوه ده بيحصل ربنا يستر عليك. ربنا يستر عليك. ما علينا بقى. ده انا المفروض الاوضه تبقى اير. بص يا ولاد انا بكلم على المفروض الاوضه تبقى اير تايت، مفيش شباك مفيش كل الشبابيك والابواب والحاجات تبقى سيل. ده الاساس المنفذ الوحيد للتهويه ان يكون فيه فتحات زي فتحات تكييف متركب على مدخلها بكتيريا الفلتر عشان الهواء اللي جاي من بره يعني البكتيريا تتحجز والهواء يخش سترايت. انا بتكلم على المفروض اذا كان بيحصل حاجه ثانيه انا اسف، وتعويضا واعتذارا عن الكلام ده انا هكتفي بكده في حسن. ايوه يا سلام. ايوه بقى اللي له ورق امتحان استنى هوزعه.